صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2022. ولما بنقول يوم 20 مارس فده هو اليوم العالمي للسعادة، اليوم اللي اعتمدته الأمم المتحدة في دورتها رقم 66 في عام 2013 تحديدا ليكون يوم من أيام السعادة، يوم عالمي للسعادة أثناء وضع الأطر السياسية العامة للتنمية المستدامة تحديدا، واعترافا من الأمم المتحدة بأهمية السعادة في حياة الناس. جمانة، ايه رايك في اليوم العالمي للسعاده؟ يعني يا رب ما يبقاش يوم، يا رب تبقى يعني حياتنا كده كلها بالظبط بهجه وسعاده. واعتقد مسببات السعاده بتختلف من شخص للتاني، يعني حسب صحيح. في شخص مثلا بتبقى سعادته في انه يقدر ان هو يحصل على كل شيء بيحبه او يقدر ان هو يجيب كل شيء بيحبه، في حد سعادته في انه يسعد اللي حواليه، في حد سعادته في انه يبقى مظهره لطيف، في حد سعادته بيبقى نجاحه في الشغل، موضوع مختلف من حد لحد، لكن تبقى السعادة هي غاية كل شخص فينا. يعني كل المجهود اللي بنعمله، كل السعي اللي بنسعاه، كل حاجة بنعملها في حياتنا بتبقى الغاية منها هي السعادة. عشان كده دايما يا أحمد بستغرب لما ألاقي حد طول الوقت يعني كان حاطط مثلا هدف فيوصل له يبتدي ما يحسش بسعادة ولا بقيمة بالظبط ولا بقيمة اللي وصل له، ولا يفتكر حتى ان انا كنت بحلم ان انا اوصل هنا، وينسى يتبسط باللي هو وصل له ويبتدي لا انا عايز اكتر، لغاية ما في وقت من الاوقات بننسى احنا بنعمل ده ليه اصلا. صحيح. وبيبقى الهدف او يمكن الوسيلة او الحاجة اللي احنا كنا بنعملها عشان نوصل للسعادة بدل ما كانت وسيلة بتقلب غاية، ففي الاخر مش بنحس بالسعادة. ولو بصينا كده حتى يعني في كل الأديان السماوية، حتى لو هنبص على الدراسات والأبحاث المتعلقة بعلم النفس، أهم سبب عشان نبقى سعداء هي أو هو الإحساس بالرضا. صحيح. أن أنت دايما يكون عندك رضا، أن أنت دايما تكون ممتن للي عندك، أن أنت تكون دايما شايف أن اللي عندك قد إيه مهم وكتير، وتبعد تماما عن فكرة أن أنت تبص لغيرك عنده إيه، عمل إيه، وصل لإيه. الرسول قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، فكرة ان حتى الابتسامة اللي انت بتتبسم بيها او بتعملها علشان تقول لي صباح الخير ازيك عامل ايه وانت مبتسم، دي فيها نوع من انواع التصدق. فده دليل على اهمية السعادة زي ما انت ما بتقولي، هو في كل الاديان. فكرة عجبني برضو اللي انت قلتيه دلوقتي، ان الناس الغاية تبرر الوسيلة، لكن ما تبقاش الوسيله بتاعتك اللي انا هحقق التارجت بتاعي او الغايه بتاعتي اللي انا اوصل للحاجه دي، وفي النهايه مجرد ما بوصلها خلاص انا نسيت وتبقى الحياه تلاهي. بالظبط، يلا انا خلصت ده فانا عاوز اروح للي بعده، فتبتدي الموضوع يبقى حياه مليئه بالصراعات، مليئه بالمشاكل. صحيح. علشان انا خلصت ده فكل هدفي اللي انا الحق اخلص اللي بعده. الدنيا ما بتخلص، لازم نستمتع بالحاجه اللي احنا بنعملها، ولازم نفكر مش بس في سعادة نفسنا، نفكر في إسعاد كل اللي حوالينا. لأن فكرة اللي أنت تكون مش مهموم مش مكلوم، سيبها على الله، ركز في اللي أنت بتعمله وخليك مبسوط بالحاجة اللي أنت بتعملها علشان خاطر تعرف اللي أنت تحقق غيرها وغيرها. يعني دايما يقولك حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، حب يعني سعادة،
يعني على فكرة السعادة مش لازم تكون في فلوس بس، لا السعادة خالص. في رزق، السعادة في صحة، السعادة في راحة بال. الفلوس مهمة وكل حاجة يعني، يا ريت يعني ما عنديش مشكلة. لا بصراحة. أكيد مهمة بس مش هي العنصر أو العامل الوحيد بالظبط. لا لا خالص، بالعكس زي ما كنا يمكن بنتكلم في حلقة سابقة، كنا بنتكلم كان معانا يعني أحد الخبراء في علم النفس، كان بيتكلم على فكرة الرضا، وانه في ناس كتير جدا ربنا كرمها في رزقها، عندها فلوس فعلا كتير صحيح. جدا بس مش حاسه بالسعاده. يعني لو هنتكلم انا عن نفسي تحديدا، ايه اللي بيساعدني يعني عبد الصمد؟ والله حاجات كتير قوي. يعني انا لو بجد حسيت ان انا فرقت في حياه حد حتى في اليوم زي ما انت قلت مثلا بهزار مثلا صحيح. فك اليوم بالنسبه له، حتى بابتسامه لو ماشي في الشارع وحد محتاج حاجه ومش عارفه اساعده، ان انا حتى ارده بابتسامه لطيفه من غير ما يحس ان احس ان انا احرجته او هو يحس ان هو اتحرج، انا بالنسبه لي دي حاجه بتسعدني جدا. لما حد وانت ماشي في الشارع او حد وانا ماشيه في الشارع يدعي لي دعوه حلوه وهو بيبتسم، دي حاجه بتسعدني جدا. لما اعمل حاجه مثلا لماما تبسطها، بما ان احنا عيد الام بكره طبعا، صحيح كل سنه طيبه طبعا. طبعا كل سنه ومامتك كمان طيبه، كل الامهات يا رب دايما بخير وسعاده، بتبسط كمان جدا. لما اكون حاسه ان انا خلصت حاجات كتير من اللي عليا مثلا، حاجه بتسعدني جدا. صح. يعني بالنسبه لي انا السعاده بتبقى في ابسط الاشياء، لما اكل اكله حلوه مثلا. بس كنت اقول لك الاكل ايه اخباره في الموضوع أنا ده. انا سعادتي في الاكل، الاكل بالنسبه لي عارفه. انا بالنسبه لي في ناس يقول لك ايه انا زعلان باكل، لا انا زعلان باكل مبسوط باكل. في نوع من انواع السعاده بتحصل. لا انا الحاله النفسيه ما لهاش اي علاقه بالاكل. لو بتاكلي بقى الحلويات، لا ما انا غيرك كمان في الموضوع ده، انا عارفه انت وشاذ لي كده يعني، بس انا غيركم في الموضوع. لا انا الحاجات الحادقه بالنسبه لي لا لا اهم بكتير. شاذ عمل معايا جريمه، جاب لي حاجه اسمها مدلعه، كانت قصه تانية. احاول يعمل معايا الجريمه، احاول يعمل معايا الجريمه دي. بس هو انا حظي الحمد لله ان انا مش بميل قوي للحلويات يعني، فالحمد لله. لو كنت بميل للحلويات كنا. خلي بالك يعني لسه بالمناسبه احنا بنتكلم على فكره اهو، حاجه صغيره عملها زميلنا محمد شاذ مثلا، عاوز اقول لك بسطتني جدا. صحيح طبعا. طول اليوم فكره اللي انت بتهادي حد بحاجه هو بيحبها، عارفه ان الشخص ده بيحب الحاجه الفلانيه، مش لازم تبقى مكلفه يعني، مش شرط اللي انت تتكبدي واللي انت تبقي عارفه انا هكلف نفسي عشان اعرف. على فكره السعاده ممكن تكون في ورده صغيره جايباها من بستان وانت ماشيه لحد من زمانك، صباح الخير بالظبط، حاجه صغيره يعني. بصي يعني صحيح. مش بالقيمه، اصل دايما للاسف في الوقت الحالي او الجيل الحالي، لان انا بعتبر نفسي من الجيل الثمانينات ده، فعارفه اللي هو الجيل اللي خد حلاوه كل حاجه، ولا هو 90 ولا هو 80، عارفه اللي انت متشعلقه في النص في النص يعني. ايوه فانت شفتي كل حاجه، شفنا ازاي اهلنا كانوا بيبقوا قمه انبساطهم لما يتلموا مع بعض في البيت على الغداء في وقت معين، الساعه مثلا 2 الظهر لازم نتجمع كلنا عشان نتغدى، كان في سعاده حقيقيه. صحيح. في البيت شفنا ازاي ان انت مش لازم تجيبي حاجه كبيره او حاجه ضخمه جدا، النهارده انت عشان تبسطي حد من اخواتنا اللي لسه اخواتنا اللي لسه يعني مقبلين على الدنيا، بيدوروا ان انا ازاي اقدر اسعده بحاجه سنيه او حاجه خالص. صح. لا ملاش والله ما ليها اي علاقه تماما، لانه برضو لو يعني ما اعرفش، برضو دي نصيحه يا جماعه نوجهها للناس فعلا المقبله على خطوه الخطوبه او الزواج، لو اللي قدامك بيقدر الهديه بقيمتها او بسعرها او بان هي زي ما بتقول ماركت ايه وشكلها ايه، لا هنا في مشكله، في خلل. ابعد. المهم بالظبط، مهم جدا طبعا، استغلال مش سعاده بالمناسبه. لا بص، لو اللي قدامي مقتدر انه يعمل ده فعلا من غير ما يجي على نفسه وعايز يجيب احسن. صح. حاجه في الدنيا طبعا يعمل كده. لو مش قادر اوعى تحط على نفسك عبء للي قدامك بقى، انت عارف ان هو هيتضايق او هيزعل او مش هيقدر. صحيح. لو هتحط على نفسك عبء عشان تبسط اللي قدامك مع انك عارف انه هيتبسط بقى اقل من ده، خير وبركه. لو عارف انه لازم احط عبء عشان يا ربي هيزعل او هتزعل او لا، احنا هنا في كارثه. بما انك خاطب فيعني ده ملوش علاقه خالص، ده هي سر السعاده دلوقتي ليه؟ يا سلام، ربنا يخليكم لبعض يعني، والله انت يعني بتتفرج علينا دلوقتي، ما تبقانيش في غلط ومشاكل يعني. لا مش قصدي، انا قصدي يعني بما انك محطوط في الوضع طبعا. لا والله يعني لا لا، ده ربنا يخليكم لبعض طبعا ويتمم على خير. بس برضو في نقطه ثانيه انت اتكلمت فيها يا احمد، وهي فكره ان انت لما تحب تسعد حد، في ناس زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم سعادتها في انها تبسط الناس اللي حواليها، بس في نوع تاني بقى من الناس بيعمل الحاجات دي وهو متحمل عبء، انا عايز اعمل الحاجات دي عشان الناس تشوفني كويس، عشان الناس تشوفني كريم، عشان الناس تشوفني. هتقعد تعاني طول حياتك. ده بقى اللي بيعمل كده تحديدا، علشان انا بسعد اللي حواليا علشان هدف او يعني غايه ما في نفسي،
انا هفضل طول حياتي بعاني، وعمره ما هيبقى راضي، لان عمرك ما هتشتري سعاده حد بالفلوس، عمرك ما هتشتري سعاده حد بحاجه ماديه او يعني حاجه ماديه فعلا بتقدم لها خالص. السعاده دي احساس، ده شعور متبادل. طب انت ايه اكتر حاجه بقى بتبسطك؟ الاكل. ما فيش قولا واحدا. لا، وفي سر السعاده انت لسه خلاص بقى يعني ما اقدرش يعني خطيبتي ما خلاص مش هتكلم. لا ما ينفعش لازم نتكرر، ناكد المعلومه تحتها خطينا. على اي حال ده سؤالنا لحضراتكم النهارده، ايه اكتر حاجه بتحسسكم بالسعاده؟ مستنيين طبعا مشاركات حضراتكم على سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وزي ما قلنا لكم بنتكلم على السعادة لأن النهاردة اليوم العالمي للسعادة، وطالما جت سيرة السعادة فيعني مفيش أحسن من اللي احنا نسأل دينا شرف إيه اللي دايماً بيسعدك، لأن دينا من الناس اللي دايماً مبتسمة ومبتهجة على طول كده. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير يا جمانة. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الخير يا دينا. قولنا بقى إيه أكتر حاجة بتحسسك بالسعادة؟ الأشياء البسيطة جدا، يعني أبسط حاجة ممكن تشعرني بالسعادة إن أنا أكون كمان سبب في سعادة اللي حواليا، ده من الحاجات اللي بتبسطني جدا جدا، يعني بحس إن أنا كده إيه متفائلة ومبسوطة واليوم بيعدي حلو. نستغل كل فرصة إن إحنا يكون مودنا حلو فيها ونسعد اللي حوالينا، يعني إن السعادة فعلا قرار مش اختيار، يعني أنت تقرر أنت تكون سعيد وهتسعد اللي حواليك، ده قرار منك أنت بس شخصيا، طبعا الأكل يعني. لكن خليني اقول لكم ان فعلا السعاده نسبيه وبتختلف من شخص لاخر، بتختلف على حسب متطلباته، بتختلف كمان على حسب هو شايف هو عايز يكون ايه بعد كده، طموحه هل عنده يعني بيحس بالسعاده في كل خطوه بيوصل لها ولا لا ما بيحسش بالرضا، لان السعاده كمان في الرضا. جربتوا كده كمان لو انتوا في عمل تطوعي هتحسوا قد ايه بالسعاده جدا جدا وطايرين في السماء من كتر الفرحه ان انتوا دخلتوا الفرحه على قلوب ناس تانيه او ان انتوا اسعدتوا اشخاص تانيين، اقرب الناس ليكوا. يعني دايما كنت بقول بتزعلني الدنيا لكن بترضيني وبتفرحني ضحكه اولادي او ضحكه اي حد بحبه بكون انا سبب فيها. فزي ما بنقول كده لازم يكون قرار السعاده داخلي، ان انت تبقى سعيد بكل حاجه بتوصل لها، سعيد باكله حلوه، بخروجه حلوه، بتمشيه بعربيه، باغنيه بتسمعها، ده بيفرق جدا جدا في نفسيتك، لان طبعا عارفين ان احنا السعاده بترفع من روح المعنويه فبتخلينا يعني اقل عرضه للامراض حتى نزلات البرد. جرب كده تكون مودك مش حلو او نفسيتك مش حلوه هتلاقي نفسك جالك دور برد يقول لك معلش اصل عشان يعني هو حالتك النفسيه بتاثر كتير على الجهاز المناعي، فبالتالي بتبقى يعني بتتعرض لكل الامراض اللي ممكن تتخيلها، الضغط العصبي، الامور الحياتيه العامه، دخل فيها شويه سعاده كده هتفرق كتير. وقرروا ان انتوا تكونوا سعداء. خلوني نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جوله المريه وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات، وخصوصا ان الناس بدات تنزل. هنبدأ من الكورنيش وهنلاقي كثافات مرية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما كوبري أكتوبر المتجه للعباسية هنلاقي هناك سيولة مرية حتى غمرة، واللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كوبري أكتوبر شهد كثافات مرية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، في كثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب زيادة أحمال السيارات، وكمان ده للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة. ظهرت برضو كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرية كبيرة، ولو هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرية نسبية في الوقت الحالي، ولو هنفضل كمان مكملين لحد كوبري الروضة هنلاقي إن في بعض الكثافات. كورنيش النيل بدأت الكثافات تزيد عن المظلات والساحل ومنطقة وسط البلد، ودي كثافات طبعا بتكون طبيعية بسبب زيادة أعداد السيارات، لكن متجه إلى كورنيش إلى المؤسسة في سيولة مرية. ناخد بالنا إن كوبري 15 مايو بتظهر عليه كثافات أعلى منطقة الزمالك، ده بسبب أعمال توسعة الكوبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد ده. نروح لمحافظة الجيزة وبيشهد شارع الهرم كثافات مرية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وكمان ظهرت كثافات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة، أما محور صفت ففي كثافات مرية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. لو رحنا بقى شارع فيصل ده بيشهد كثافات مرية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية ولحد الطلبية،
أما محور 26 يوليو ففي كثافات للقادم من أكتوبر. أما الاتجاه الآخر ناخد بالنا إن في تحويلة مرية من المحور إلى محور المهندس شريف إسماعيل والعودة مرة أخرى للمحور. الطريق الدائري للقادم من أكتوبر مغلق والاتجاه إجباري إلى نفق حازم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرج. هنروح معاكم لمحافظة القليوبية. القادم من الزراعي بتظهر كثافات مرية بطريق اسكندرية الزراعي، ده بسبب زيادة أحمال السيارات والكثافات، لكن أصبحت أقل من المعتاد، وكمان بيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة، ده وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. لكن القادم من الزراعي متجه للدائري سواء الجيزة أو المرج هيلاقي هناك سيولة مرية ما عدا بعض الكثافات البسيطة، لكنها مش مؤثرة بشكل كبير. أما اللي من منطقة الدلتا وهيستخدم طريق شبرا بنها الحر علشان يتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع، بيفضل إن هو يمشي على محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد في شبرا الخيمة. وهنكمل جولتنا ونروح بورسعيد، هنلاقي فيه سيولة مرية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة المعتادة في ساعات الذروة الصباحية، ده زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية، وبين طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرية مكملة لحد آخر الشارع. أخذنا حضراتكم في جولة مرية على معظم محافظات القاهرة، لكن بقرر مرة تانية إن احنا نكون سعداء في كل وقت حتى في الزحمة المرية. هرجع مرة تانية لأحمد وجمانة علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا دينا، شكرا جزيلا. وكالعادة دايما في صباح الخير يا مصر بيكون معانا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن بنبدأ دايما معاكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها اجتماع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض المؤشرات الخاصة بموازنة السنة المالية الجديدة 2023-2024 وتوجيهات سيادته للحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36,000 جنيه سنويا بدلا من 24,000 جنيه سنويا. يمكن الاخبار عندنا ما بتخلص يا جمانة، وتحديدا فيما يخص الشائعات، لان يعني حرب او حروب الجيل الرابع دائما ما بتستهدف مصر دائما، لكن خلاص احنا بقى فهمنا الحكايه وفهمنا الحدوته، وبقى المصريين عندهم نوع من انواع الوعي. امبارح الحكومه نفت وقف المبادره الرئاسيه للقضاء على قوائم الانتظار ترشيدا للنفقات، وكمان وزاره الداخليه اعلنت عن استلام مصروفات حج القرعه بالبنوك والبريد، وده يوم الخميس المقبل. خلونا نعرف تفاصيل اكتر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض المؤشرات الخاصة بموازنة السنة المالية الجديدة 2023-2024، وخلال الاجتماع كان في تكليف مهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36,000 جنيه سنوياً بدلاً من 24,000 جنيه. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد روسي رفيع المستوى، ضم كل من دينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الروسي وميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي. شهد اللقاء تأكيد الحرص المتبادل بين الجانبين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والاعتزاز بالعلاقات الثنائية الوثيقة والصداقة التاريخية بين الشعبين المصري والروسي. امبارح نفت الحكومة الشائعات اللي ترددت بخصوص وقف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة ترشيداً للنفقات. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية الحرجة، حيث تم توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة لضمان حصولهم على الخدمة الطبية والتدخلات الجراحية اللازمة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن بشكل مجاني بالكامل دون تحملهم أي أعباء مادية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الأكاديمية العسكرية المصرية نظمت ماراثون رياضي تحت عنوان اجري من أجل أطفال التوحد بالتعاون مع مؤسسة ابني للفئات الخاصة والتوحد،
وانطلقت الفعاليات من استاد الكلية الحربية بمشاركة عدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والأطفال من ذوي الهمم وأسرهم. واختتمت الفعالية بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية على المشاركين في الماراثون اللي عبروا عن امتنانهم لمشاركة القوات المسلحة في استضافة هذا النشاط الرياضي وحرصها على رسم البسمة على وجوه الأطفال ذوي الهمم. امبارح أعلنت وزارة الداخلية استمرار فروع البنوك الوطنية الأهلي، مصر والقاهرة ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية في استلام مصروفات الحج من الفائزين بالقرعة حتى الخميس 23 مارس، وبيكون السداد لكامل قيمة تكاليف الحج 148500 جنيه إضافة لقيمة تذكرة السفر بالطائرة وهي مبلغ 27000 جنيه علشان يكون إجمالي المبلغ 175500 جنيه لكل فائز. دايماً الأخبار في مصر بتكون مليانة بالتفاصيل الكتيرة وتحديداً في المحافظات. معنا مجموعة من الأخبار في محافظات الجمهورية المختلفة ومجموعة من الموضوعات اللي حصلت بالأمس، اللي منها بدء تطوير ورفع كفاءة كافة الطرق الرئيسية في القابوتي في بورسعيد، وفي الفيوم تم وضع حجر الأساس لمركز قسطرة القلب بالمستشفى العام. كمان امبارح في المحافظات تم الإعلان عن افتتاح مشروعات خدمية بتكلفة 22 مليون و500 ألف جنيه بمركز الفشن في بني سويف، وإطلاق قوافل تعليمية لطلاب المناطق النائية في الوادي الجديد، وأخبار تانية كتير هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الغربية اللي تم فيها عقد اجتماع موسع بحضور 250 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، وده بهدف تفعيل مبادرة كتف في كتف اللي أطلقها التحالف الوطني للعمل التنموي. في بورسعيد تم البدء في تطوير ورفع كفاءة ورصف كافة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالكامل في منطقة القابوتي بحي الضواحي لتقديم خدمات على أعلى مستوى للأهالي. في البحر الأحمر انطلقت آخر أعمال القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال شهر مارس بقرية الزعفرانة التابعة لمدينة راس غارب، واللي بتستهدف تقديم الكشف والعلاج مجاناً لأهالي القرية. في الإسكندرية افتتحت المحافظة مبادرة باب رزق 3 ومعرض أهلاً رمضان بشاطئ المندرة المجاني لعرض وبيع احتياجات ومستلزمات شهر رمضان الكريم والسلع الأساسية بأسعار مدعمة، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى آخر أيام شهر رمضان المبارك. في الفيوم تم وضع حجر الأساس لمشروع مركز قسطرة القلب بمستشفى الفيوم العام اللي هيقام على مساحة 750 متر بتكلفة إجمالية حوالي 3 مليون دولار، وده في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي. في الأقصر أعلنت شركة الصرف الصحي انتهاء أعمال إحلال وتجديد وضم خط محطة صرف صحي الكرنك على الخط القائم الرئيسي في الموعد المحدد لها، مع عودة ضخ المياه لطبيعتها لخدمة المواطنين في منطقة الكرنك بوسط مدينة الأقصر. في بني سويف تم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية في مركز مدينة الفشن بتكلفة بتزيد على 22.5 مليون جنيه في قطاعي التعليم والشباب والرياضة، وده في إطار افتتاح عدد من المشروعات الخدمية ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة. في دمياط أطلقت مديرية الصحة قافلة طبية بقرية السلام بمركز الزرقاء لمدة يومين، وتأتي استكمالاً لسلسلة القوافل الطبية اللي بيتم تنفيذها تباعاً بقرى المحافظة، وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1695 مواطن، وتم تحويل 32 حالة منهم لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات. في المنوفية تم الإعلان عن توزيع 65 ألف شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وده بالتزامن مع استقبال شهر رمضان المبارك. في الوادي الجديد أعلنت مديرية التعليم عن تنفيذ برنامج القوافل التعليمية لدعم طلاب المحافظة خاصة بالمناطق النائية والبعيدة لتشجيعهم على الاستذكار الجيد وطرح الأفكار البناءة للوصول للنجاح والتفوق، وده ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لدعم قرى الريف المصري. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، خلينا دلوقتي نروح لسؤال الحلقة وتعليقات حضراتكم. خليني أفكركم سؤال الحلقة هو
ايه اكتر حاجه بتحسسك بالسعاده؟ هنشوف بقى بعض تعليقات حضراتكم. في استاذ علاء هارون بيقول صباح الخير يا مستر احمد، انت استاذه جمانه، اكتر حاجه بتحسسني بالسعاده لما اشوف ابتسامه والدتي وهي سعيده، ولما اشوف برنامج صباح الخير يا مصر، ربنا يخليك والله يا استاذ علاء، ولما بيشوفك يا مستر احمد وبيشوفني، ربنا يخليك والله، وبيقول كل سنه وانت طيب وانتم طيبين واسره البرنامج كلها بخير. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب، وكل سنه وست الكل طيبه، ويعني عيد ام سعيد عليها بقى طبعا، يعني صبح لنا عليها طبعا، ربنا طبعا يديم عليكم السعاده. طيب في جيهان المصري بتقول صباح الخير على اجمل مذيعين، بصبح من الاسماعيليه، اجدع ناس ويعني دايما بيتابعونا اهلنا في اسماعيليه. يعني السعاده ان تفكر نسعد الناس في الايام المباركه، وبقول لامي ست الحبايب كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، بصبح على امي واختي وزوجي وزوج اختي، ربنا يحفظهم يا رب. في شريف ابراهيم بيقول صباح العسل على اجمل برنامج، اكتر حاجه بحس بيها بالسعاده في الصلاه على النبي ومساعده الناس في فعل الخير ورسم البسمه على وشوش كل الناس، وتحديدا في الاستاد لما شفت الغالي المحترم الخلوق الاستاذ احمد عبد الصمد اثناء مشاركته في كتف بكتف، دي من اكبر اسباب السعاده، علشان بنساعد فيها الناس بنتسبب فيها في سعاده الناس، ونقدم الخير وبنشوف السعاده في عيونهم. يعني انا بشكرك، انا اللي سعيد بالكلام اللي انت بتقوله ده طبعا. وفي نفس الموضوع لسه يا جماعه، يمكن الناس بتتكلم على مبادره كتف بكتف، في محمد عبد العظيم العبد بيقول يا ريت الكراتين بتاعه مساعدات محدودي الدخل تتوزع عن طريق بقالي التموين بالبطاقه. يعني برضو انا عاوز اقول لحضرتك، هو الموضوع ملوش علاقه ببقالي التموين، لان بطاقات التموين بيتصرف عليها سلع غذائية لفئة أو مجموعة من المستحقين وفقا للشروط والضوابط بتاعت يعني وزارة التموين تحديدا، لكن كراتين كتف في كتف والمساعدات الغذائية هي بتوصل للأسر المستحقة من خلال حوكمة البيانات اللي عملها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحديدا، اللي بيضم 33 جمعية. وأعتقد هو ده الجديد يا جمال، احنا عندنا قاعدة بيانات واحدة طبعا بتقول كل منطقة فيها كم شخص محتاج من أهلنا اللي محتاجين، والأولى بالرعاية فعلا والأولى بهذه المساعدات. صحيح. في باسم محمد بيقول صباح الخير عليكم، أكتر حاجة بتحسسني بالسعادة هي رضا أمي عليا، ثم عندي واحدة معوضاني عن حياتي دي كلها، ربنا يخليكم لبعض. ده بيشتري الرضا، خلي بالك أنا أصلا عارف. الله، لا خالص، ماشي يا أستاذ باسم هنسد. طيب في شريف ابراهيم بيقول صباح العسل على اجمل برنامج، اكتر حاجه بحس بيها بالسعاده في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ومساعده الناس. هو ده نفس التعليق اعتقد، او نفس الفكره اللي انت قلتيها يعني، ومساعده الناس في فعل الخير ورسم البسمه على كل الناس في ما هو ده نفس اللي احنا قريناه كده يا جمال. ده بيقول شفت انا قلت الدرجات انا بيت مشهور، الناس كلها شافتني ولا ايه؟ طبعا فندم غني عن التعريف. في كمان الأستاذ عبد المنعم جبلة بيقول صباح السعادة عليكم، أنا من المنوفية، صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على كل أهل المنوفية. بيقول أحييكم، أنا موجه لغة إنجليزية، وأكثر شيء بيحسسني بالسعادة والرضا عندما أرى طلابي سعداء في نهاية العام الدراسي وحصولهم على درجات عالية، صباح السعادة والرضا. يعني ربنا يا رب يجازيك خير على فكرة التعليم وطلوع جيل جديد تم صقل موهبته بالعمل والمعرفة والاطلاع، فدي حاجة طبعا ثوابها كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني بكل تأكيد لسه مكملين حلقتنا جمانة، لكن هنطلع فاصل سريع دلوقتي مع حضراتكم ونرجع ونكمل معاكم الكلام في صباح الخير يا مصر. هنروح نتابع أخبار أهم الأخبار والأحداث اللي تحصل النهاردة، كمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في دور 16 من كأس رابطة المصرية، كمان بعد ما نشوف الأخبار اللي هتحصل النهاردة نرجع نعرف بقى من دينا الطقس بتاع النهاردة كمان. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فأعلن معهد البحوث الفلكية إنه النهاردة هيبدأ فصل الربيع رسمياً، وهيمتد 92 يوم و17 ساعة و13 دقيقة. النهاردة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أعلنت انقطاع المياه عن مناطق أرض اللواء من طريق المعتمدية حتى طريق ترعة المجنونة، وبولاء الدكرور من ترعة المجنونة حتى كوبري ثروت، وده من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 8 بكرة صباحاً.
النهارده ولعشاق الكره المصريه موعدهم مع مباراتين مهمين في اطار الدور ال16 لكاس الرابطه المصريه للانديه المحترفه. هيلتقي غزل المحله مع الاسماعيلي الساعه 4 العصر، والاتحاد السكندري مع فاركو الساعه 7 بالليل. النهارده وفقا لما اعلن عنه الاتحاد البرازيلي لكره القدم، هتسافر بعثه السيلساو الى مدينه طنجة لمواجهه المنتخب المغربي وديا يوم 25 مارس الجاري. زي ما قالت جمانة، هنعرف اخبار الطقس بقى بالتفصيل من دينا شرف، لان الناس خلاص بتستعد اللي هي تنزل يا دينا، فتقله ولا يخففه ولا في شمس طالعه؟ لا، الجو النهارده برد شويه، فخلينا يعني ناخد حذرنا، لكن خلوني دلوقتي اقول لكم اخبار الطقس بالتفصيل. النهارده الطقس هيكون مائل للبروده نهارا الى معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على اغلب الانحاء، وكمان في فرص سقوط امطار خفيفه على القاهره الكبرى، وفرص امطار خفيفه الى متوسطه على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء. في كمان نشاط رياح على اغلب انحاء الجمهوريه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اخبار الطقس ايه، خصوصا ان احنا خلاص احنا بنستعد لفصل الربيع، الجو برد جدا بقالنا كذا يوم. بالفعل يمكن اليوم هيكون اخر يوم في فصل الشتاء، واحنا بنشهد طبعا انخفاض في درجات الحراره منذ امس واول امس، ومستمر معانا اليوم انخفاض درجات الحراره، لان مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضه بشكل كبير في درجات حرارتها. وجود كمان امتداد لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيساعد بشكل كبير على تكسر السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس وتحسسنا اكثر بانخفاض درجات الحراره، بالاضافه كمان ان اليوم في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه على مدار اليوم. نشاط الرياح بشكل كبير بيخلينا نحس بانخفاض درجات الحراره وبرود الطقس اكثر، فعشان كده فتره النهار هنحس بالاجواء الشتويه من مائله للبروده المعتدله على اغلب المناطق الشماليه حتى القاهره الكبرى وبعض المناطق كمان من محافظات شمال الصعيد. اجواء نقدر نقول دافيه على بعض المناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فتره النهار. خلال فترات الليل هتظل طبعا درجات الحراره منخفضه، خاصه فتره الليل المتاخر، فتره الصباح الباكر، صغرى فتره الليل 14 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى، فاجواء بارده. يمكن كمان في بعض المناطق من المدن الجديده شمال الصعيد بتكون الاجواء شديده البروده خلال فترات الليل. طيب في فرص كمان فرص سقوط امطار، يمكن عايزين نعرف ايه المناطق اللي هتكون فيها، وهل فعلا هتكون يعني شده قويه للامطار ولا هتكون متوسطه الى ضعيفه؟ بالفعل اليوم في مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه والمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا فرص سقوط الامطار، ويمكن هي مستمره معانا منذ امس واول امس. اليوم كمان الامطار هتبقى موجوده معانا، امطار ما بين المتوسطه للخفيفه على بعض المناطق من السواحل الشماليه اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط مرورا طبعا ببطروح، الاسكندريه، شمال الوجه البحري، البحيره، كفر الشيخ، التقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. كمان الامطار هتمتد لبعض المناطق من وسط سيناء وشمال سيناء امطار خفيفه المتوسطه، تمتد الامطار ايضا خفيفه لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري، وقد تصل الامطار كمان لمناطق من القاهره الكبرى، لكن مجمل الامطار في المناطق الداخليه خفيف مش مؤثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. الامطار هتبقى موجوده بشكل كبير على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، وان شاء الله كمان فرص الامطار في اغلب المحافظات مش هياثر على اي اعمال انشطه يوميه. ان شاء الله الاجواء الشتويه دي احنا بنتكلم عليها اليوم، لكن متوقع من غدا الثلاثاء ان شاء الله تبدا مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا تختلف، وتكون كتل هوائيه صحراويه قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، فيبدا معاها الارتفاع في درجات الحراره بقيم تتراوح من 3 الى 5 درجات، وهيكمل معانا لنهايه الاسبوع باذن الله. ناس كتير بتقول هل هيستمر الاجواء المعتدله دي واللطيفه حتى بدايه شهر رمضان، لان ناس كتير منتظره ده، يعني بتستنى ده بشكل كبير. يمكن احنا بنقول اليوم انخفاض في درجات الحراره عظمى على القاهره الكبرى 20 درجه مئويه، مع غدا الارتفاعات هتبقى في درجات الحراره تستمر معانا غالبا لحد يوم الخميس والجمعه القادمين، وطبعا لا يتوافق مع شهر رمضان الكريم. كل سنه وحضراتكم بخير. هتكون العظمى على القاهره الكبرى 26 درجه مئويه
خلال فتره النهار هيكون في ارتفاع في درجات الحراره لكن مش كبير، فالاجواء هتكون بالظبط هيكون معتدل بشكل كبير. بالظبط هنحس بالدفء فتره النهار، وهيكون طبعا في زياده لفترات طلوع اشعه الشمس، لكن فترات الليل ناكد ان احنا هنحس بالبروده، واحنا فترات الليل بننزل نصلي تراويح او الناس بتحب تخرج فتره الليل بعد الفطار، فمهم جدا ناخد بالنا ان لسه الاجواء بارده خلال فترات الليل، لازم الملابس الشتويه حتى لو خففنا فتره النهار، ومش عاوزين كمان ننخدع بالتخفيف او نخفف بشكل كبير فتره النهار، لان فترات الليل لسه درجات الحراره هتظل فيها منخفضه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي هيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 20 والصغرى 14، العاصمه الاداريه 21 13، اسكندريه 19 12، العالمين الجديده 18 11، مطروح 18 10، دمياط 19 13، بورسعيد 20 13، اسماعيليه 21 12، السويس 21 12، العريش 20 12، كاترين 15 5، طابا 20 14، حلايب 23 18، شلاتين 27 17، شرم الشيخ 23 16، الغردقه 23 15، الفيوم 21 12، بني سويف 21 12، الوادي الجديد 24 9، اسيوط 22 10، سوهاج 23 12، قنا 24 12، الاقصر 24 12، اخيرا اسوان 25 14. درجات الحراره معتدله اليومين دول، ولكن نخلي بالنا في الساعات المتاخره من الليل، ونخلي بالنا كمان بيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره بسبب سرعه الرياح، ونخلي بالنا من الامطار خلال النهارده وبكره. هرجع مره ثانيه لجمانه واحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباحيه مصر. نشكرك يا دينا، شكرا جزيلا. زي ما احنا عارفين في مصر في عدد من المحافظات اللي بتتميز بالحرف اليدويه، تحديدا منها محافظه الفيوم وبالتحديد قريه تونس هناك، لانها قريه معروفه بصناعه الخزف. تم انطلاق مهرجان تونس للخزف والحرف اليدويه، وده بعد توقف دام لعدد من السنوات يا جمانه بسبب جائحه كورونا. صحيح، يمكن كمان قريه تونس الحقيقه من احلى الاماكن اللي ممكن حد يزورها. كمان لو هنتكلم عن المهرجان ده ومشاركة الكبيرة اللي كانت في المهرجان الحقيقة كمان مهمة جدا، لأنه في عدد كبير من العارضين بمشغولاتهم الخزفية والفخارية واليدوية، وكمان عمل نحت ورسومات بتعكس هوية القرية، ده غير أعمال الجريد والسعف ومشغولات النسيج اليدوي. النهارده بنقول ان الفيوم فيها سياحه اثريه، فيها سياحه بيئيه، فيها ثقافيه، فيها ترفيهيه، وفيها كمان اللي احنا النهارده بصدده مهرجان قريه تونس للحرف والصناعات اليدويه والخزف، ودي احد الحاجات اللي الحقيقه الناس سواء مصريين او اجانب او عرب يهتموا ان هم يجوا يشوفوها، ازاي قرية بسيطة جدا جدا من الريف المصري تطور الصناعة اللي فيها وأصبحت صناعات يدوية متميزة. كل بيت مصري بيحب ان هو يبقى عنده طقم شاي، عنده هذه الخزف، المنتجات الخزفية، وبالتالي كمان السائحين بيحبوا جدا ان هم يشوفوا ويقتنوا مثل هذه الخزفيات، ويبقى راجع معاه سوفونير جميل من هذا المكان اللطيف. احنا النهاردة في المهرجان النسخة رقم 10 للمهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية، وده بنحاول ان احنا نجيب كل المنتجات الحرفية اللي بتشتهر بها محافظة الفيوم كنوع من انواع الترويج والتنشيط السياحي للمحافظة. يعني المنتجات الحرف اليدوية والتراثية دي تعتبر نوع مهم جدا من الترويج والتنشيط للمحافظة، واحنا النهاردة بناء على توجيهات معالي المحافظ ومعالي النائب جبنا محافظات تانية مشتركة معانا زي بني سويف واسوان والمنيا، اشتركوا معنا في الباكيات وجمعنا أكثر من 40 باكية، حوالي 40 باكية ب 42 عارض لعرض أهم المنتجات الحرف اليدوية اللي تشتهر بها محافظة الفيوم. احنا مركزين دايما على الهوية المصرية في أعمالنا، بالنحت بتاعنا دايما يكون يا إما فرعوني يا إما نوبي أو الحاجات من الفلوكالية المصرية الريفية، يعني على سبيل المثال معنا حد بيشرب من إناء خزف، حاجات زي كده، دايما مركزين على الكلام ده. او الاعمال اللي بنجسد فيها فكره، بتبقى اغلبيه اعمال اللي بنجسد فيها الفكره بتكون على الرخام والجرانيت، زي مثلا بعض الاعمال بنت حابي، بنت النيل، السلطان، الشخصيه السلطويه الدكتورية،
احنا النهارده في مهرجان تونس مشاركين بكل الاعمال ديت. معانا برضو الشباب بيشتغلوا اركيت على الخشب طبعا، هاند ميد، كل شغلنا هاند ميد. اشتركت في معارض كتير، اتكرمت من مؤسسات كتيرة، أقربها كان مؤسسة رئاسة الجمهورية في معرض تراثنا 2020، وخدت جايزة أحسن عارض في المهرجان بتاع تراثنا، والحمد لله استدعوني طبعا صندوق تنمية المشروعات في قرية تونس، عملت فيها أكتر من مرة. وطبعا أول مرة أنزل قرية تونس استهوتني فحبيت قرية تونس، فبقيت مشترك في المعارض السنوية في قرية تونس على طول. بنشتغل أنواع كتيرة، بنشتغل في برون، وبنشتغل حرير، وبنشتغل في سكوز، ومعانا رسمة وبنمشي عليها، وجايين هنا النهاردة المهرجان عشان خاطر نعرض شغلنا. بعمل المشغولات اليدوية بتاعتي دي، عبارة عن مشغولات خيش، ده مجاية مع الكروشيه ومع الصوف كمان، وعامله مشغولات كمان شنط كروشيه دمجها مع شرايط الساتان. بدمج دايما، عامله مشغولات ان انا بحاول دايما ادمج الحاجات مع بعضيها، وبدمج كمان الخوص مع الكروشيه، فعامله بحاول ادخل المنتجات كلها مع بعضيها بحيث ان احنا ندي ستايل جديد للمنتج، شكل جديد ويناسب كمان التصميم والعصر والموضه. انا مبسوطه النهارده ان انا بشارك في مهرجان تونس، شاركت قبل كده في معرض ديارنا، وبعمل شغل خرز وشغل خيش، حاجات عادي التدوير برضو بستغلها وبعيد تدويرها تاني بالخيش، وفازات مثلا ديكور والحاجات دي كلها. يعني زي ما تابعنا مع حضراتكم في هذا التقرير، كمان من الحاجات اللي بتساعدنا الحقيقة جدا ان احنا نشوف مرة تانية كل يعني المشغولات والصناعات الحرفية واليدوية رجعت تاني بالشكل ده وبالجودة دي، لأنها حاجة يعني من أهم الحقيقة العوامل أو من أهم الأشياء اللي بتبرز الهوية المصرية بشكل كبير، بتميزنا كمان يعني فكرة طبعا الهوية بتاعتنا، واللي انت ترجعي صناعة من الصناعات اللي بدأت اللي هي تنقرض، فأعتقد دي حاجة من الحاجات المختلفة والحاجات اللي بتميزنا احنا كمصريين تحديدا. تجي ترجع تاني بقوة الحقيقة. دلوقتي الساعة 8 موجز لاهم الانباء مع لا مش هنلحق على الهلال دلوقتي مشاهدينا الساعه 8 ميعادنا مع موجز لاهم الانباء مع دينا شرف، اتفضلي يا دينا. شكرا لك احمد. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه، وذلك في سياق جهود الدولة لتخفيف أثر التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وعدد من المسؤولين، تناول استعراض أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي. وفي هذا الإطار وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا روسيا رفيع المستوى ضم كل من دينيس مانتروف نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الروسي، وميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي، وعددا من المسؤولين. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية التي يدعمها الإطار العام للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وكذلك تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر في العديد من المجالات، لا سيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وكذا إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، فضلا عن مناقشة التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الراهنة.
تلبية لدعوة مصرية. اجتمع مسؤولون أمنيون وسياسيون من مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة بمدينة شرم الشيخ، وذلك لبحث ومناقشة سبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكد المشاركون التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وأقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلا عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح أفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر. يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم زيارة إلى موسكو تستمر 3 أيام. وعشية الزيارة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات الروسية الصينية في ذروتها، مؤكدا أن نوعية الروابط بين موسكو وبكين تفوق نوعية الاتحادات السياسية والعسكرية التي كانت قائمة إبان الحرب الباردة. وشدد الرئيس الروسي على أنه لا حدود ولا مواضيع محظورة في العلاقات بين موسكو وبكين. يصوت أعضاء الجمعية الوطنية في فرنسا اليوم لحجب الثقة عن حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن. يأتي ذلك بعد أسابيع من إضرابات والمسيرات ضد قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، ولجوء رئيسة الوزراء إلى المادة 49 من الدستور لتمرير القانون دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية. وتقول الحكومة إن هذه التغييرات ضرورية لتجنب عجز نظام التقاعد في العقود المقبلة بسبب شيخوخة السكان في فرنسا، لكن المعارضين يقولون إن القانون يضع عبئاً غير عادل على ذوي الدخل المنخفض والنساء والأشخاص العاملين في مهن شاقة. قاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مناورات عسكرية استمرت يومين تحاكي هجوما نوويا مضادا، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي يحمل رأسا نوويا وهميا. ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن كيم أبدى رضاه على المناورات، والمناورات هي رابع استعراض قوى لبيونغ يانغ في أسبوع، وجاءت في خضم مناورات عسكرية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. التقى أعضاء مبادرة التماسك الأسري بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التقوا وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات. وأوضحت رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أن أهداف مبادرة التماسك الأسري تتركز على التعاون مع كافة الأطراف المعنية لتعزيز سبل الاستقرار وتماسك الأسرة المصرية ودرء جميع الظواهر الاجتماعية السلبية الناجمة عن تفككها. وبدوره أشاد وزير الأوقاف بدور مصر الريادي لنشر الفكر الوسطي المستنير داخل وخارج البلاد، معلنا عن خطة الوزارة باستقبال شهر رمضان المبارك ودورها في التثقيف والتوعية بأهمية بناء وتماسك الأسرة المصرية. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. برحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وكل سنة وكل المصريين والأمة العربية والإسلامية بألف خير. خلاص 3 أيام بيفصلونا عن شهر رمضان الكريم، 3 أيام بيفصلونا عن ملحمة تاريخية درامية هنشوفها في شهر رمضان هذا العام. ملحمة هتتناول سيرة الإمام الشافعي اللي هيجسد شخصيته الفنان خالد النبوي. الإمام الشافعي هو واحد من الأئمة الأربعة المسلمين اللي أسس علم أصول الفقه تحديدا يا جمانة، ويمكن ليه مكانة كبيرة جدا، مكانة دينية عند كتير من المصريين. صحيح، هو تحديدا ثالث
الأئمة، وحقيقة يعني في أهمية كبيرة جدا تاريخية في حياة هذا العالم، خاصة في فترة حياته اللي عاشها في مصر. سيرة عاطرة مليئة بالأحداث، الدعية كمان لسماحة ووسطية الإسلام. عشان كده قررنا أن احنا نتناول جزء ولو بسيط من حياة هذه الشخصية اللي أثرت وغيرت أشياء كتير جدا في التاريخ الإسلامي. خلينا نرحب بالشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف. صباح الخير على حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. صباح النور، وحضرتك طيبة، وجميع المسلمين طيبين، وكل عام والأمة الإسلامية والعربية والعالم كله بخير وصحة بمناسبة قدوم شهر رمضان. يا رب اللهم آمين. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. يعني نتكلم على إمام من الأئمة الأربعة، ويمكن شخصية من الشخصيات الدينية الأكثر تأثيراً في وجدان كل المصريين. من هو الإمام الشافعي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه ومن صار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، في الحقيقة أن سيرة الإمام الشافعي تحتاج منا إلى دراسة وإلى وقفة وإلى تعلم. وشيء طيب جدا جدا في البداية قبل أن نبدأ في حياة الإمام، أننا نظهر للأجيال القادمة ونظهر لشبابنا شخصيات مهمة وأثرت وغيرت وجددت في الفكر الإسلامي، لكي يتأسى بها الشباب ويكون لهم قدوة. لأن الإمام الشافعي، قبل أن نتحدث عن نشأته المهمة جدا جدا، أنه مزج بين المدرسة العقلية والمدرسة النقلية، وده مهم جدا. أن الإمام الشافعي كان يعتمد على العقل، ودي كانت مدرسة موجودة وكان لنا ناس وفلاسفة زي الإمام الرازي وغيره، وكان هناك مدرسة تعتمد على النصوص والنقل فقط. الإمام الشافعي خرج لنا بمزيج بين المدرسة العقلية والمدرسة النقلية، فكرة الاجتهاد. ده لسه الاجتهاد هنخش شوية، بس خليني الأول أقف عند نشأته لأنها مهمة جدا جدا. الإمام الشافعي نشأة لما حضرتك تتأملها تقول ده لا يمكن يكون إمام، ده لو اتعلم بس وعرف يقرأ ويكتب يبقى كويس. لأنه نشأ فقيرا ونشأ يتيما وهو صغيرا، فاللي ربته أمه وهو صغير. احنا عارفين أن الإمام الشافعي ولد سنة 150 هجرية، صحيح. كل عمر الإمام الشافعي، السيرة الكبيرة اللي احنا شايفينها دي والكتب والتأثير في العلماء والعالم، 54 سنة اللي عاشهم الإمام الشافعي. يعني عشان نقول أن عمر العالم لا يقاس بالسنوات، وإنما يقاس بما تركه من أثر وإثراء للاجتهاد والنواحي العلمية. فنشأ يتيما، أمه كانت كما هو يقول لا تجد الأجرة اللي تديها للمعلم اللي بيحفظ القرآن، ما معهاش. فكانت وانتقلت إلى مكة، وولد في غزة على بعض الأقوال، وانتقل لمكة وهو عنده سنتين. أمه انتقلت بيه عشان تعلمه العلم، فكان الشيخ اللي بيحفظه كان بيرتضي ما ياخدش منه أجرة، بس يخليه يحفظ الآخرين، تمام؟ فنشأ يتيما فقيرا، ومع ذلك استطاع أن يحفظ القرآن وعنده 7 سنين، أن يحفظ الموطأ وعنده 10 سنين، لأن الله عز وجل من عليه بالذكاء والفطنة والعقل. فده أثر في مدرسة الإمام الشافعي. الإمام الشافعي طبعا رحل غير باقي الأئمة إلى كثير من البلدان، ويمكن الإمام الوحيد الفقيه الذي نشر مذهبه بنفسه. يعني هو اللي انتقل بخلاف الأئمة كلها، راح اليمن وراح العراق وراح مكة ونشأ في غزة وجاء مصر ومات في مصر وسجن في بغداد. برضو حياته مليئة بالوشاية، وهارون الرشيد هو الذي أفرج عنه، ثم عاد إلى مصر 199 هجرية وتوفى هنا 204 هجرية. ولما جاء مصر كمان مرضيش ينزل اللي عند أخواله، يعني تلامذته ومن سمعوا عن الإمام الشافعي ذهبوا إليه، لأن إخواله خالوا من مصر. فأراد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ونزل عند إخواله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع بين فقه الحجاز
وبين فقه العراق، بين الاثنين. الفقه العراقي اللي كان مشهور في العراق وقتها المذهب الحنفي، ومكة الحجاز والمدينة كان فقه الإمام مالك. هو قرأ على الإمام مالك الموطأ وهو عنده 10 سنوات، وأوصاه الإمام مالك وصية جميلة قوي قوي قوي، يا ريت شبابنا يخلوا بالهم من الوصية دي. الإمام مالك لما هو عنده 10 سنين وسمع منه الموطأ، فقال له الإمام مالك: اتق الله ولا تعصيه، فإنه سيكون لك شأن من الشأن، وإن الله قد أنرى قلبك فلا تطفئه بالمعصية. وانت لو شفت حياته من صغره حافظ القرآن وعنده 7 سنين وعشر سنين وينتقل ويفتي وهو عنده 15 سنة، متى كان يعصي الله أو متى كان يفعل كما يفعل بعض الشباب؟ ما عندوش وقت أصلا من الصغر. هو وهب نفسه للعلم، عشان كده أثرى المكتبة العلمية وأثرى الفقه وأثرى الاجتهاد. وهو نفسه يقول شكوت لوقيع سوء حفظي. شوف رغم انه حافظ القرآن وعنده 7 سنين والموطأ حوالي 3000 وشوية وهو عنده 10 سنوات وبيفتي وعنده 15 سنة، ويقول ان انا شكوت لوقيع سوء حفظي. ده كان لما يجي يفتح الكتاب يضع ايده على الصفحة التانية عشان ما يحفظهاش قبل الصفحة اللي عليها اليمين، ويقول شكوت لوقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن علم الله نور وأن نور الله لا يهدى لعاصي. طيب، يعني الحقيقة كان الإمام الشافعي مش مجرد إمام أو داعية فقط، لكنه أيضا كان كاتبا وكان قاضيا ومؤسس علم أصول الفقه، وأيضا كاتب كتاب الرسالة. يعني أعمال كتير جدا، وفكرة أنه يكون إمام جماعا لكل هذه العلوم أعتقد تؤثر بشكل كبير جدا في فكرة وسطية الإسلام. كان أيضا ينظر للكليات للجزئيات، فلو حضرتك تقول لنا لأي مدى أثر الإمام الشافعي في وسطية الإسلام؟ هو بالتأكيد أن الإمام الشافعي كان له دورا كبيرا في وصية الإسلام، في وسطية الإسلام، وده رجع ان هو درس مذاهب كثيره وتتلمذ على مشايخ كثيرين، منهم القاضي محمد بن الرحمن الشيباني في اليمن، وايضا في العراق وبغداد، وطاف بلاد كثيره. عندما جاء الى مصر وسمع قبل ان ياتي الى مصر ان مصر فيها مدرستين اثنين، المدرسه المالكيه والمدرسه الحنفيه، فكان مصر يا اما مالكي يا اما المذهب المالكي يا اما المذهب الاحناف، وكان بينهما نزاع وشقاق. فعندما قدم الامام الشافعي الى مصر فاسس مذهبه الجديد وجمع بين المذهبين، وكان هناك في البدايه يعني مضايقات كثيره للامام الشافعي في مصر. الحقيقه ما كانتش ورديه زي ما احنا فاهمين، لا بالعكس، لانه هو انتقد اشياء للامام مالك، وكان عنده يعني نوع من الوسطية والفهم والدليل، حتى أن أثره في الإمام أحمد بن حنبل اللي هو رابع الفقهاء. الإمام أحمد بن حنبل نفسه بيقول: إذا سئلت عن مسألة فلم أجد فيها خبرا فقلت بقول الشافعي، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: عالم قريش يملأ الأرض علما. فهو من علماء قريش، فكان يقول لما بلاقيش رأي أخذ برأي بقول الإمام الشافعي لما ما يكونش عندي رأي. فالجماعة المالكية في مصر أول ما جه الإمام الشافعي وقال لهم إن الإمام مالك بشر قد يخطئ ويصيب، هو عن نفسه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإلا فاضربوا بكلامي عرض الحائط. هو نفسه قال عن نفسه كده، مش البين فقط. فبدأت معارضة كثيرة ووشاية إلى أن يعني استقر الأمر وشاع مذهب الإمام الشافعي، لأنه المذهب الوسطي البناء. بالنسبة لكتاب الرسالة، هو أول من ألف في علم أصول الفقه. صحيح. طب هو أسس في علم أصول الفقه ليه؟ وكانت كلها رسائل على شيخ اللي هو محمد بن عبد الرحمن، كان بيرد عليها في الرسائل، وأهدى له لما جه عمل الكتاب بتاعه الرسالة الجديد في مصر والمذهب الجديد، أهدى إلى شيخه وأرسل إليه نسخة من الكتاب. النسخة القديمة بتاع الرسالة مش موجودة الآن، النسخة الجديدة من كتاب الرسالة اللي هو في مصر نقحها في مصر هي اللي موجودة وهي اللي متداولة على مستوى العالم. إيه أصول الفقه اللي هو عمله الإمام الشافعي؟ بدأ يضع
قواعد للفتوى والاجتهاد زي ما حضرتك قلت في الأول. إيه القواعد والاجتهاد؟ بدأ يرتب بقى الأدلة كمراتب، يعني هاخد بالقرآن وبعدين بدأ يرتب السنة. طب السنة أخد بإيه؟ الأول بالحديث الصحيح ثم بالحديث كذا ثم بالموقوف، فبدأ يرتب الأدلة ترتيبا في كتاب الرسالة ويضع أصولا للفتوى، مش أي حد كده زي ما احنا بنشوف الأيام يقول الفتوى يقول الفتوى وخلاص، لا، رتب بقى الأدلة ورتب كل شيء. وهو نفسه كان بيقول أنا كنت بعتمد الأول على النقل، فإن لم أجد للنقل فكان بيرجع للقياس. هو نفس المنهج اللي أسسه في كتاب أصول الفقه، وهو أول من أسس هذا هو الإمام الشافعي. ولذلك أي أحد يتعرض للفتوى المفروض أن قبل ما يبدأ في الإفتاء يقرأ كتاب الرسالة وهو مجلد واحد للإمام الشافعي، حتى يتعلم أصول الفتوى وكيف يستدل وكيف يستنبط الأحكام من الأدلة، ما تبقاش المسألة كلام مباح. شيخ عبد العزيز، يعني في حقيقة الأمر مذهب الإمام الشافعي من المذاهب المقربة لكثير من المصريين تحديدا، ويمكن هو الإمام الأكثر اللي زاع صيته في مصر. سبب يعني هذه الشهرة وهذا الصيت في مصر تحديدا إيه، ورحلته في مصر، وليه جه مصر أساسا؟ تمام. هو أولا قال عنه، يعني دي هتلخص شوية وهنقول الأسباب، رجل من هم مريدين الشيخ يعني اللي هو الإمام يعني اسمه عمرو بن نباتي، يقول لم أرى أورع ولا أخشع ولا أفصح ولا أعلم ولا أكرم ولا أجمل ولا أنبل ولا أفضل من محمد بن إدريس الشافعي. شوف بقى الصفات اللي احنا قلناها دي، 8 صفات اذا توفرت في انسان انت نفسك هتحبه، حتى ان لم يكن اماما يعني. صحيح. يعني ورع وفصاحه وكرم وفضل وعلم ونبل واخلاق، طب انت محتاج ايه اصلا عشان تحبه؟ علشان كده الامام الشافعي وجد في مصر ترحيبا لم يجده لا في اليمن ولا في العراق ولا في غزه ولا في مكه ولا في اي مكان، اولا لانهم اخواله، ثانيا ان اهل مصر، شعب مصر شعب طيب، شعب مديوف وشعب محب. فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف بن قصي، حتى قالوا انه من ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وانه لا تقبل له، لا يصح ان ياخذ الذكاء يعني، او الصدقه لا تصح عليه. فمن هنا اي احد من طرف آل البيت او النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل مصر يتلقاه بالحب والقبول، ومن هنا ذاع. لكن هو جه مصر ليه بقى؟ لانه الامام الشافعي لما كان في اليمن وانتقل بغداد قبل 199 حصلت وشاية، لان انتشر في العراق المذهب الشيعي واوقعوا بينه وبين الحاكم وقالوا له ده هو عايز يعمل انقلاب ويمسك الحكم، فسجن الامام الشافعي وعذب وقبل بالحديد في يده، إلى أن جاء هارون الرشيد وحدث بينه وبين الإمام الشافعي بعض المناقشات، فأفرج عنه هارون الرشيد ولم يجد إلا مصر. ووقتها لم تكن مصر مشهورة بالعلماء زي الآن. صحيح. يعني في هذا الوقت ما كانتش مصر مشهور، كان العلم في الحجاز وفي العراق، العلماء كلهم كانوا بيجتمعوا في الحجاز وفي العراق، لكن شاء الله عز وجل أن يأتي العلم إلى مصر ويأتي العلماء إلى مصر وينشأ المذهب الوسطي على مستوى العالم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في مصر. ومن هنا الإمام الشافعي وجد مكانا في مصر لم يجده غيره من العلماء، لأن حتى بعض العلماء، يعني الإمام أبي حنيفة ما جاش مصر، الإمام مالك ما جاش مصر، لكن الإمام الشافعي أتى إلى مصر، زي ما قلنا أن الإمام الوحيد اللي هو بمذهبه استطاع أن ينشره بنفسه. صحيح. مش التلاميذ اللي ينشروا المذهب بتاعه. ومن هنا عندما يعني تلتقي مع الإمام وتسمع منه، غير ما تلتقي مع تلميذ الإمام، أو يصلك خبر أن الإمام قال كذا وقال كذا، فكان لهم مكان كبيرة. وبالذات كانت السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تعشق الإمام الشافعي، وكان يعشقها الإمام الشافعي لله، ليس يعني الأشياء اللي بينهم من بعض يعني، حتى كان إذا مرض كان يبعث للسيدة نفيسة لكي تدعو له، وإحنا عارفين مكانة السيدة نفيسة العلمية
والدينية، وكان أكثر آل البيت جاءته إلى مصر، فوجد الإمام الشافعي أن هذا سيكون يعني ستكون أرض خصبة. وهو الفترة اللي عاشها في مصر ده من 199 ل 204، ومع ذلك مازال المذهب الأشهر والأقوى والأعلى في مصر هو المذهب الإمام الشافعي. أنا درست في مذهب الإمام الشافعي وأنا في المعاهد الأزهرية وأنا في الجامعة. طيب بما أن حضرتك درست مذهب الإمام الشافعي، وإن تحدثنا عن أهم ما يميز مذهب الإمام الشافعي وهي الوسطية، عايز أعرف من حضرتك أيضا أهم ما يميز مذهب الإمام الشافعي بجانب الوسطية، وأهم الفتاوى، فتاوى الإمام الشافعي. هو الإمام الشافعي له فتاوى كثيرة جدا جدا، وما يميز فقه الإمام الشافعي عن غيره زي ما قلنا في الأول أنه بيعتمد على العقل والنقل، يعني مزج بين الاثنين، يعني مش بيقول مثلا الدليل العقل وخلاص، لا، الدليل العقل والنقل، فكان مزج بين الاثنين. الإمام الشافعي عنده الفقه الافتراضي، والفقه الافتراضي بتاع الإمام الشافعي ده يدل على ذكائه وعلى بعد المرايا، يعني كان بيفترض مثلا، يعني احنا النهارده مثلا بنجد انسان مثلا يقول لك مركب قسطره وشايل القسطره بتاعته فيها البول او فيها كذا وهو ماشي، طب دي ما كانتش موجوده، هو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ال200 ولا 300 ولا ال1000 كان فيه قسطره، فده كان فيه اسمه الحكم الافتراضي. فكان الامام الشافعي يفترض مثلا ما الحكم لو ان رجلا يحمل كربه فيها مثلا كذا البول او غيره، فكان بيفترض. طب احنا، طب هو ما كانش ايامهم حد بيمسك اربه فيها هذه الاشياء. الامام الشافعي في كثير من القضايا يخالف الامام مالك ويخالف الامام ابي حنيفه، ومع ذلك يضرب لنا المثل في سعة الرحم. يعني كان مثلا الإمام الشافعي عنده القنوت واجب في صلاة الفجر اللي هو الدعاء، حتى احنا بنجد كده الدعاء كده نشرح في الصدر في الفجر. الإمام أبي حنيفة ما عندوش قنوت في الفجر. الإمام أبي حنيفة يوم وفاته هو يوم ميلاد الإمام الشافعي، يعني لم يراه، وده على أصح الأقوال، وإن كان البعض بيعترض بيقول لا ده هو بعدي أو قبلي، ما علينا، مسألة يعني هو لم يعاشر، تفرق كثير يعني. هو لم يرى الإمام أبي حنيفة، لكن درس مذهب الإمام أبي حنيفة في العراق، وبالتالي يعتبر تتلمذ على يد الأحناف. فهو رغم ذلك لما راح يصلي في مسجد الإمام أبي حنيفة وقدمه طلاب الإمام أبي حنيفة وتلمذته في صلاة الفجر، فتهيأ الطلاب لكي يقنطوا مع الإمام الشافعي أدبا مع الإمام، ومع ذلك الإمام الشافعي لم يقنط أدبا مع أستاذه وترك القنوط، مع أنه عنده القنوط اللي هو الدعاء في الفجر واجب. فقالوا له يا إمام لماذا لم تقنط؟ لقد تهيأنا للقنوط معك. فقال تأدبتم معي أفلا تأدب مع أستاذي. مما يميز مذهب الإمام الشافعي أنه مع اختلافه، فكرة القبول واختلاف يعني واحترام وجهات النظر المتعددة والمختلفة، يعني يمكن ده حاجة من أهم السمات والصفات اللي بتميز مذهب الإمام الشافعي تحديدا. بالضبط. وبعدين كل من تحدثوا عن الإمام الشافعي قالوا أنه اختلافه في الرأي مع كثير من الأئمة، إلا أنه لم يخطئ أبدا في إمام من الأئمة أو عالم من العلماء. مش احنا بنسمع دلوقتي يقول لك فلان ده جاهل وعلى الفضائيات، لا، الامام الشافعي كان يختلف اختلافا علميا بالدليل عقلي او الدليل النقلي، لكن لم يسيء ابدا ولم يؤثر عنه انه اساء لمن اختلف معه في الراي ابدا. اخيرا يا شيخ عبد العزيز، فكره انه يكون في عمل درامي في رمضان يجسد حياة طبعا الإمام الشافعي، شايف وجهة نظر حضرتك في أنه يكون موجود هذا العمل في رمضان، شايف أهمية ده إيه؟ ده مهم جدا جدا جدا، بيغير كثير من ثقافة الناس، لأن الناس أحيانا بيبقى عندها محتاجة وقت أنها تقضي أمام هذه الشاشة. صحيح. فلو ما لقتش مادة علمية يعني يستفيد منها
هيلجأ إلى مواد علمية لا يستفيد منها. فبالتالي أنا لما بقدم له شخصية وأقدم له قدوة وشخصية تاريخية وشخصية مهمة أثرت في العالم كله إلى وقتنا هذا، فبالتالي أنا بخلي الوقت بتاعه أمام هذه الشاشة مفيد، بيستفيد حسنات في رمضان. ده مش كده بس، ده احنا عايزين يعني طول العام عايزين الشخصيات الإسلامية والشخصيات التي أثرت في التاريخ عايزينها أنها تكون طول السنة موجودة علشان نغير حتى من الفكر الإرهابي اللي صحيح. موجود. ما هو الفكر الإرهابي ده جاي منين؟ ويمكن دي هي الخطوات نعم. صحيح، ويمكن دي هي الخطوات اللي بدأت تخطوها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحديدا. بصراحة جزاهم الله خيرا، يعني لأن هذا العمل كمنه مش مربح للمنتجين، فالمنتجين صحيح. أعرضوا عنه، فكويس جدا أن الشركة تتبنى هذا. صحيح، وهو ده يعني اللي شركة المتحدة قررت اللي هي تاخده، إن هي تنشر هذا أو تنشر هذا العلم وهذه الثقافة، ويعني تعيد فكرة تسليط الضوء على الشخصيات التاريخية المؤثرة في وجدان كل المسلمين. بنشكر حضرتك الشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف. شكرا، شكرا لكم. شكرا. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرتنا في صباح الخير يا مصر، استنونا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، بما ان احنا خلاص ايام قليلة جدا بتفصلنا عن شهر رمضان المبارك، واحنا عندنا دايما كده في رمضان في ثقافة يعني معظم الوقت بنختزلها كده عن شهر رمضان، وعندنا اعتقاد ان شهر رمضان هو شهر الاكل والوجبات الكبيرة والكتيرة والدسمة على السفرة، والحقيقة دي ثقافة سلبية جدا ومحتاجين نغيرها، لانه كل ما كانت الوجبات تقيلة كل ما كان الصيام أصعب، كل ما كان في زيادة في الوزن، كل ما كانت التخمة والكسل بيكون أكبر، فمحتاجين أن احنا نخطط ونتدبر في أو ندبر في الوجبات اللي هنمشي عليها طوال الشهر الكريم. صحيح جمانة، هو شهر العبادة مش شهر الكسل والأكل وفكرة اللي أنا قاعد يعني ما أنتخ وخلاص بقى، أنا يعني فكرة ساعات العمل فيه بتكون أقل شوية، لأن يعني ما فيش حد بيشتغل أغلب الوقت من بعد المغرب، فالناس كلها بتشتغل قبل الفطار، فما يبقاش الشهر هو كله أكل فقط، لا ممكن نقسمه يبقى في وقت من أوقات العبادة، هو شهر أوله رحمة أوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فعلشان كده لازم نركز جدا زي ما قالت جمانة في موضوع التغذية، ازاي نخطط لوجبات صحية وجبات مفيدة، وتحديدا في رمضان يكون هو شهر صحي. بالعكس يمكن الناس تحاول تقلل من وزنها في رمضان، وده من خلال يعني أكلات اقتصادية ممكن نحضرها على السفرة، ازاي نستغل هذا الشهر في خسارة الوزن تحديدا. أسئلة كثيرة قوي يمكن الكل بيبتدي اللي هو يخطط لها قبل رمضان وفي الوقت ده تحديدا اليومين أو الثلاثة اللي بيفصلونا على الشهر الكريم، لكن أغلب الناس اللي بتخطط للموضوع ده جمانة الموضوع بيجي معهم بالفشل، بعد ما بندخل بنضعف قدام الكنافة وتحديد ما كنافة بالمانجا للأسف شديد. صحيح. فخلونا نعرف يعني إزاي نأكل أكل صحي في رمضان من خلال ضيفتنا العزيزة اللي منورانا عبر تقنية الزوم، الدكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا أستاذ أحمد، صباح الخير أستاذة جمانة، كل سنة وحضراتكم طيبين والسادة المشاهدين طيبين. سمعت كلام حضراتكم عن شهر رمضان وفعلا كلامكم سليم، شهر رمضان بيتحول من نعمة ومنحة أن احنا نستعيد صحتنا تاني ونستسلم جسمنا تاني، للأسف بنطلع منه بمشاكل صحية زي زيادة الوزن وارتفاع في نسبة السكر وزيادة في نسبة الدهون في الجسم ومشاكل أخرى زي متاعب الكلى برضو بتقابلنا، وده نتيجة التناول الخاطئ ومفهومنا الخاطئ عن المائدة الرمضانية. طيب بما ان احنا لسه هو قبل شهر رمضان يا دكتور وحضرتك موجودة معنا، يعني خلينا نلحق نفسنا كده من البداية ونقدر ان احنا نحط خطة كده غذائية لشهر رمضان من غير برضو ما نحرم نفسنا عشان بس نكون واقعيين. ده حقيقي يا فندم، لان كمان للصيام الرسول عليه افضل الصلاة والسلام قال لنا ايه؟ صوموا تصحوا.
الصيام فرصة لإنقاص الوزن، فرصة إن نسبة السكر تقل في جسمنا، فرصة إن نسبة الكوليسترول تقل. الصيام بيقوي الجانب الروحاني وبيحسن من الحالة النفسية وبيقلل من التوتر العصبي والعصبية. فالصيام فرصة. عشان أقدر أستفيد من فوائد الصيام العديدة اللي ذكرتها لحضراتكم، لازم فطارنا يكون فطار صحي. أول حاجة أول ما المغرب يدن أبتدي بتناول التمر. التمر بناخد عدد فردي من التمور حوالي 3 تمرات. التمر بيتميز إن السكر اللي فيه سكر طبيعي غني بالحديد، التمر وغني بالبوتاسيوم وغني بالكالسيوم وغني بالألياف اللي بتخلي ارتفاع السكر في الدم بيكون ارتفاع منظم مش ارتفاع مفاجئ زي ما بنتناول الحلويات الشرقية. وجود مشروب صحي على مائدة الإفطار زي الكركديه أو الخروب أو الدوم، المشروبات المصرية الجميلة بتاعتنا، ونقلل من كمية السكر المضافة مع 3 تمرات، ده يكفيني في بداية الفطار. وأقوم أصلي المغرب وأدي المعدة فرصة ترتاح شوية وتتهيأ لاستقبال الطعام. بعد 10 دقايق أرجع مرة تانية لسفرة الإفطار، وحابة إن سفرة الإفطار يكون عليها طبق شوربة. يا ريت الشوربة تكون شوربة خضار، شوربة لسان عصفور، وما تكونش دسمة، وما نكونش عاملين الشوربة نفسها اللي هي شوربة اللحمة أو الفراخ تكون الدسامة عليها عالية، نشيل وش الشوربة ونعمل منه الشوربة. طبعا الشباب بيحب شوربة الكريمة، ما عنديش مشكلة لو خدت الشربات الدسمة شوية، بس لازم أتحرك بعد الإفطار عشان أفقد السعرات الحرارية اللي أنا اكتسبتها. نيجي بقى للمائدة اللي عليها المحمر والمشمر. وطبعا أول يوم رمضان مش هنقدر نحرم الناس ولا من الرقاق ولا من المحاشي، صحيح صحيح يعني الناس بقالها كذا يوم ما بتطبخش في انتظار اول يوم رمضان، فمش معقول هاجي اقول اول يوم رمضان ما ناكلش الاكلات لا، المصريه وحضرتك قلت الشهيره عندنا. الاكلات اللي هي خلاص من المسلمات، كل بيوت ده مصر حقيقي. بتبقى يعني يا اما بط يا اما الفرخه المتحمره ومعاها المحشي، المحشيه ده حقيقي. ده حقيقي. فمش هنيجي نقول للناس لا طبق الشوربه وشكرا على كده، هناكل من كل الاكل اللي محطوط على المائده واللي متقدم على المائده. لعلم حضرتك يا استاذ احمد، المحشي من الاكلات الصحيه جدا، وانا عندي ان احنا ناكل محشي افضل من ان احنا ناكل مكرونه بالبشاميل او ناكل رز بس، لان المحشي فيه نسبه خضار كويسه جدا، وخصوصا ورق العنب بدا يظهر في الاسواق، صحيح غني بالمعادن غني بالفيتامينات. ميزه المحشي ان بيبقى الرز مخلوط بالخضار خضروات، ولكن طريقة طهينا للمحشي هي اللي فيها مشكلة، ان احنا بنضيف نسبة دهون عالية جدا، ان احنا بنسبك المحشي. المحشي لو اتعمل ني في ني وحطينا شوية التوابل والبهارات مع الخضروات ونسقيه بالشوربة بتاعتنا، مفيش مشكلة، هيبقى في الحالة دي محشي صحي. يا صحيح ريت واحنا بنعمل الرقاق برضو نشيل وش الشوربة الدسم، والرقاق اللحمة برضو اللحمة المفرومة طبعا بنعمل بيها الرقاق، يا ريت نخلطها بنسبة من الخضروات زي الجزر المبشور زي البقدونس زي الفلفل الأخضر أثناء تعصيج اللحمة أثناء الطهي. ده هيدينا قيمة غذائية مرتفعة وفي نفس الوقت هيقلل في التكلفة. طبعا هيكون بقى أيا كان مصدر البروتين اللي موجود سواء بط أو فراخ، طب دكتور يعني هنا عذرا، هناكله هنا بس. عذرا بس يا دكتور، لان اتفضل. في ناس ابتدت اللي هي تتجه ليه ان الرقاق او الجلاش او اي مكان، يعني الطريقه اللي هنعمل بيها صينيه الرقاق دي بتبقى مش تمام. باللحمه المفرومه وتبقى بميكس الجبن، فايهما يعني في سعرات حراريه اعلى؟ احنا عاوزين الجبن نقلل عشان نوصل لاكل صحي وفي نفس الوقت يبقى اقتصادي. تمام يا فندم. ميكس الجبن طبعا للأسف في بعض الجبن بيكون نسبة الدهون فيها مرتفعة جدا أكتر من اللحم، فأنا بفضل طبعا إنه يكون باللحمة لأن اللحمة مصدر للبروتين. الجبن الموجودة ممكن تكون جبن نباتية، فبالتالي هي ممكن تكون ضارة على الصحة مش صحيح مفيدة. لو الجبنة معمول بالجبنة القريش معها شوية طماطم مع جبنة يعني من حليب طبيعي ما عنديش أي مشكلة، بالعكس هي قيمتها الغذائية برضو مرتفعة زي اللحمة، ولكن أنا يعني مشكلتي بيكون في الأجبان نباتية الدهن دي بيكون ضارة جدا على صحتها، ففي نعم الحالة دي اللحمة المفرومة بتكون افضل منها. طبعا يفضل ان احنا على مائده الافطار يكون في طبق السلطه اللي كلنا بنتناساه على صحيح مائده الافطار. وجود السلطه على مائده الافطار بيمنع حدوث الامساك اللي بيقابل كتير من الاشخاص في نعم الايام الاولى من الشهر الفضيل نتيجه اختلاف مواعيد تناول الطعام.
وجود كمان طبق السلطة بيمنع ارتفاع السكر في الدم بعد الأكلات الشهية اللي احنا كلناها، وبينظم مستوى الكوليسترول. أهم حاجة على المائدة ما ننساش إن احنا في الفترة ما بين الفطار للسحور نهتم بشرب المية من 2 ل 3 لتر لتعويض كميات المية الكبيرة اللي فقدها الجسم خلال ساعات الصيام، وعشان ما يحصلش كمان آلام في الكلى ومشاكل في الكلى نتيجة قلة المتناول من المية. من صحيح. الحاجات اللي حابة أوجه أنظار السادة المشاهدين ليها العرقسوس، كلنا بنحب العرقسوس، والراجل المصري الجميل بياع العرقسوس بالشكل الفلكلوري اللي مش موجود في أي حتة في العالم إلا في مصر. العرقسوس من المشروبات المفيدة جدا للجهاز التنفسي، وفيه فيتامين إي وفيه فيتامين سي، بس مشكلته مع مريض ضغط الدم المرتفع ومع مريض الكلى ومع مريض السكر، صحيح. فهؤلاء الأشخاص يتجنبوا تماما تناول العرقسوس لأن ليه تأثير زي تأثير الكورتيزون على الجسم، بيخزن المية. فطبعا من هنا بتيجي بعض طبعا دي المشاكل نقطة مهمة الصحية. جدا، لأنه احنا ما عندناش الثقافة دي ان احنا نبقى عارفين انه ايه المشروبات اللي ممكن تكون مضرة لبعض من أصحاب الأمراض المزمنة أو بعض أصحاب الأمراض بشكل عام. بس بما ان احنا بنتكلم دلوقتي عن الوجبات الاقتصادية، تمام، حضرتك يعني تقدري تنصحينا بإيه الوجبات الاقتصادية اللي ممكن نستعين بيها في شهر رمضان عشان ما نضطرش ان احنا نروح لتكلفة عالية او تكلفة كبيرة؟ صحيح. لانه معظم الوقت كمان في رمضان بيكون في عزومات كبيرة والأسرة كلها بتتجمع والأصحاب بيتجمعوا. ده حقيقي أستاذة جمانة، طبعا الكلام اللي أنا قلته ده بس في أول يومين رمضان، الناس تاكل المحشي والبط والكلام الحلو ده من نفسنا في أول يومين رمضان، ولكن احنا نرجع للمائدة الاقتصادية بقية أيام الشهر الفضيل. يكفيني إن يكون في صنف خضار على مائدة الأسرة مع صنف رز مع مصدر للبروتين سواء كان نباتي أو حيواني. طبعا مصادر البروتين النباتي حضراتكم كلها يعني كل الناس عارفينها، اللوبيا، الفاصوليا، البسلة، دي كلها مصادر للبروتين النباتي ولا تقل أهمية عن البروتين الحيواني. البروتين الحيواني الجسم بيستفيد منه بشكل أكثر من البروتين النباتي، بس ده ما يقللش من القيمة الغذائية للبروتين النباتي. مش عايزين أصناف متعددة طوال الشهر الفضيل على مائدة الأسرة، يعني لو عملنا شوية بسلة أو بامية أو صنف خضار مع شوية رز مع قطعة البروتين اللي موجودة مفيش أي مشكلة. والله لو مفيش حتى قطعة البروتين، البسلة واللوبيا والفاصوليا فيهم اصلا نسبه بروتين، فاحنا مش في حاجه كمان ان احنا نضيف بروتين حيواني معاهم. صحيح. مائده السحور حضراتكم في بعض الاشخاص بيتكلفوا جدا دلوقتي في مائده السحور، احنا افضل حاجه عندنا للسحور طبق الفول المصري الجميل بتاعنا بالزيت وكوباية الزبادي والليمون وخلاص. وكوباية صح. الزبادي، ده حقيقي. طبق جبنة قريش مهروس بالطماطم والفلفل الأخضر، البطاطس المهروسة المسلوقة، على فكرة البطاطس المهروسة المسلوقة مفيدة جدا للصحة يمكن دكتور منال، وبتديلها حضرتك طاقة. حضرتك يعني في ارجع لبداية كلام حضرتك في اتفضل. الفقرة تحديدا اللي حضرتك قلتي صوموا تصحوا، فكرة ده ان حقيقي. هو شهر يعني ربنا سبحانه وتعالى بيديهولنا منحة نقدر اللي احنا نستغل هذا الشهر في العبادة، ونقدر ان احنا نستغل ايضا هذا الشهر فكرة انقاص الوزن، فكرة ان احنا صحيح. نريح معدتنا علشان خاطر يعني طول السنة احنا فرم وهرس وبناكل ده اكل حقيقي يا والدليفري فندم، والكلام ده كله، فهي فرصة للراحة. يمكن اغلب دكاترة التغذية دايما بيقولوا يا ريت تعملوا صيام متقطع، فاحنا عندنا منحة من ربنا في صيام متقطع، يعني هبة ادهالنا المولى عز وجل، فلابد ان احنا نستغلها ونكون بناكل اكل صحي. بنشكر حضرتك الدكتورة منال عز كلام الدين حضرتك الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، شكرا لوجود حضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وحضرتك طيب يا فندم. لأي حال فعلا يعني عن تجربة شخصية، أنا بالنسبة لي لما بطلت أتسحر سحور تقيل، أنا بالنسبة لي بقى يعني بصحى فايقة والصيام بيكون أسهل. صح. وما بيبقاش فيه وجع في معدتك، يعني لا بالعكس أفضل بكتير. يعني يمكن دي تجربة شخصية أتمنى أن حضراتكم تستفيدوا منها. على أي حال نروح لموضوع آخر، ويعني تقريبا المفروض انه الشتاء خلص والنهارده اول يوم في فصل الربيع، لكن امبارح كان في طقس غير مستقر، امطار في عدد من المحافظات خاصه المحافظات الساحليه. احمد والله يا جماعه مش ساحليه بس، يعني اكتوبر وانا جاي النهارده كانت الدنيا مطر. صحيح. يعني انت قلتي المفروض، لكن فعليا او واقعيا ده ما حصلش حتى الان، لان الحقيقه كان في
تعامل كمان سريع يمكن مع هطول هذه الأمطار في عدد من المحافظات الساحلية زي أنت ما ذكرتي، كان في تعامل سريع من المحليات والأجهزة التنفيذية وشركات شركة الصرف الصحي لمنع تراكم هذه الأمطار في الشوارع وتسهيل حركة المواطنين ليعني وجود نوع من أنواع السيولة المرورية، خاصة إحنا بنتكلم يعني أمطار في وسط الأسبوع. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من يعني كيف تتعامل المحليات وكيف تتعامل الأجهزة التنفيذية مع هذه الأمطار من خلال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية. صباح الخير يا سيادة اللواء. سيادة اللواء محمود. طيب واضح ان في مشكله في الاتصال، اكيد هنحاول ان احنا نتواصل مع سيادة اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه مره اخرى، لكن يعني على اي حال دي التغيرات المناخيه. بالظبط اللي هو المفروض يخلص الشتاء لكن ما خلص بالظبط كده، وفي توقعات انه لسه في انخفاض في درجات الحراره مع ان احنا ابتدينا خلاص في فصل الربيع، دايما متعودين في الوقت ده في السنه الجو بيبقى حلو جدا ومعتدل جدا وافضل ايام السنه من حيث طبعا الطقس، لكن واضح انه لسه في شويه ايام هتشهد انخفاض في درجات الحراره زي ما تابعنا. وزي ما انت قلت يا احمد، فكره التقلبات المتعلقه بالطقس وتغيرات المناخ بالظبط، التقلبات والتغيرات المناخيه، كان الشتاء مستمر معانا حتى المفروض شهر 5 تحديدا، فبرضه الناس ما تتفائلش، واول ما يبقى في طقس او في حراره شويه فابتدي اللي انا اخفف علشان صحيح. يعني دور البرد اللي ماشي اليومين دول ربنا يحفظ الكل. تقريبا معانا مره اخرى سياده لواء محمود. صباح الخير. صباح الخير يا شعب طنط، صباح الخير يا زمانه، صباح الخير جميعا. اهلا بحضرتك يا فندم. طيب يعني محتاجين بقى نعرف من حضرتك يا فندم الصوره، توضح لنا الوضع اللي تشهده المحافظه حاليا بعد موجه الامطار. والله يا حضرتك احنا من يوم الجمعه جانا توقعات من هيئه الامطار الجويه بتوقعات امطار وتغيرات عدم استقرار في الاحوال الجويه، رافعين الحاله في كل الاجهزه التنفيذيه في المحافظه بالكامل اعتبارا من يوم الجمعه. بدات فجر السبت يعني امطار متوسطه وغزيره على معظم الانحاء في المحافظه، ويوم السبت كله كان يعني الامطار متقطعه ولحق متوسطه وغزيره، وبيتم التعامل ما شاء الله كل سياراتنا وكل معداتنا وتعاون كامل بكل الاجهزه عشان نتعامل مع التغيرات المناخيه اللي حصلت الفتره من الجمعه حتى اليوم. يعني النهارده برضه احنا لسه رافعين الحاله، لان برضه ما زال توقعات النهارده ان في امطار خفيفه ومتوسطه على الاسكندريه. نعم. طيب دي تقلبات في حاله الطقس بشكل عام، ولا في نوه معينه بتتعرض لها محافظه الاسكندريه خلال هذه الفتره الحاليه؟ والله حضرتك يا استاذ عبد الصمد احنا متفقين من قبل كده ان يعني التغيرات المناخيه دلوقتي بقى ما فيش توقيت محدد يعني للنوى، بيبقى في توقعات الامطار، انما احنا متابعين معايا ترصاد على يعني يوم بيوم وساعه بساعه، والناس مذكورين بيبعتوا لنا الخرائط بيبعتوا لنا التوقعات. يعني الفتره دي مسماها القديم كان اسمها نوه الشمس، اللي هي الفتره من اول يوم 18 والمده يومين اللي هي نوه الشمس في المسميات القديمه. طيب يا فندم، ابرز الاماكن بالمحافظه اللي شهدت تساقط مياه، و كمان هل في نصائح حضرتك تحب ان انت تقولها للساده المشاهدين، خاصه طبعا اهل اسكندريه؟ وحضرتك زي ما حضرتك عرفت من شويه كده ان فعلا درجات الحراره منخفضه فعلا في الاسكندريه. الاماكن اللي كان فيها الامطار كان معظم المناطق، بس يمكن كان التركيز اكثر شويه على احياء شرق اسكندريه، منتزه اول ومنتزه ثاني وشرق وسط. احنا بنقول دايما لاهالينا الفتره بتاعه الامطار وسرعه الرياح وساعات بيبقى في بعض المواد العالقه في الجو، يعني يستحسن نقلل الخروج على قد ما نقدر، نقلل الحركه في الشارع على قد ما نقدر، وندي فرصه للاجهزه التنفيذيه انها تتعامل مع اي تجمعات تظهر نتيجه الامطار اللي بتحصل في الاسكندريه. نعم. طيب عاوزين نعرف بقى كيف تعاملت الاجهزه التنفيذيه في محافظه اسكندريه، وطبعا يعني في القلب منها شركه الصرف الصحي باسكندريه، لرفع اثار التراكمات الخاصه بالمياه في الشوارع. استاذ عبد الصمد احنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده، احنا يعني الاماكن اللي بيحصل فيها تجمعات على مستوى الاسكندريه رصدينها بالكامل ومتابعينها بالكامل، بننشر
ما لا يقل عن 155 سيارة ومعدة وبدي في الأماكن اللي متوقعة جامعة فيها 100 أمطار. التواصل على مدار الساعة بيننا وبين بعض كل الأجهزة التنفيذية وكل الشركات المرافق وشركة النهضة بقيادة معالي وزير المحافظ أستاذة النواب والسكرتير العام والسكرتير المساعد ورؤساء في خط ساخن ممكن يتم التواصل من خلاله؟ نعم خط ساخن ممكن يتم التواصل من خلاله؟ طبعا يا فندم خط ساخن ده للمواطن إنما إحنا كأجهزة نتواصل من خلال اللاسلكي من خلال الواتساب اللي موجود بيننا وبين بعض انما فعلا الخط الساخن بيستقبل شكاوى المواطنين بالاضافه الى المواطن لو بلغ النجده بلغ المحافظه بتكلم بعض على طول على اللاسلكي وبنتعامل مع اي تجمع يظهر على مستوى الاستدارة بالكامل. هايل يا فندم بنشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر طبعا الشكر موصول لكل عاملين بشركات الصرف الصحي طبعا على هذا المجهود الكبير اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا التاسعه صباحا وموعدنا مع موجز لاهم الانباء مع دينا شرف اتفضلي يا دينا. شكرا لك يا جمانة. التاسعه صباحا بتوقيت القاهره السابعه بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه وذلك في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وعدد من المسؤولين حيث تناول استعراض أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة العام المالي القادم 2023-2024 والتي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي كما ستشهد تحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي. وفي هذا الإطار وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا روسيا رفيع المستوى ضم كل من دينيس مانتروف نائب رئيس الوزراء ووزير التجاره والصناعه الروسي وميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي وعدد من المسؤولين. واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه بان اللقاء تناول بحث العلاقات الاقتصاديه المصريه الروسيه التي يدعمها الاطار العام للشراكه الاستراتيجيه بين الدولتين وكذلك تطورات الاستثمارات الروسيه والمشروعات المشتركه في مصر في العديد من المجالات لا سيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية وكذا إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس فضلا عن مناقشة التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الراهنة. تلبية لدعوة مصرية اجتمع مسؤولون أمنيون وسياسيون من مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة بمدينة شرم الشيخ لبحث ومناقشة سبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكد المشاركون التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء وأقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف فضلا عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح أفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر. يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم زيارة إلى موسكو تستمر 3 أيام وعشية الزيارة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات الروسية الصينية في ذروتها مؤكدا أن نوعية الروابط بين موسكو وبكين تفوق نوعية الاتحادات السياسية والعسكرية التي كانت قائمة ابان الحرب الباردة. وشدد الرئيس الروسي على أنه لا حدود ولا مواضيع محظورة في العلاقات بين موسكو وبكين. يصوت أعضاء الجمعية الوطنية في فرنسا اليوم لحجب الثقة عن حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن يأتي ذلك بعد أسابيع من إضرابات والمسيرات ضد قانون رفع سن التقاعد من
62 إلى 64 عاما، ولجوء رئيسة الوزراء إلى المادة 49 من الدستور لتمرير القانون دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية. وتقول الحكومة إن هذه التغييرات ضرورية لتجنب عجز نظام التقاعد في العقود المقبلة بسبب شيخوخة السكان في فرنسا، لكن المعارضين يقولون إن القانون يضع عبئا غير عادل على ذوي الدخل المنخفض والنساء والأشخاص العاملين في مهن شاقة. قاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مناورات عسكرية استمرت يومين تحاكي هجوما نوويا مضادا، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي يحمل رأسا نوويا وهميا. ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن كيم أبدى رضاه على المناورات، والمناورات هي رابع استعراض قوة لبيونغ يانغ في أسبوع، وجاءت في خضم مناورات عسكرية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. نجحت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة في الكشف عن مزيد من بقايا معبد الشمس، وجاء ذلك أثناء استكمال أعمال حفائر البعثة في الموسم الحالي بالمنطقة المحيطة بمتحف المسلة المفتوح من الناحية الغربية والشمالية والجنوبية بمدينة أونو هليوبلس بمنطقة المطرية. هذا ومن المقرر أن تستكمل البعثة أعمال حفائرها خلال المواسم القادمة لدراسة وتوثيق ما تم الكشف عنه، بالإضافة إلى أعمال الحفائر في المنطقة المحيطة بالمتحف المفتوح بالمسلة، الأمر الذي يساهم في معرفة تاريخ هذه المنطقة بشكل أوضح. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شهر رمضان الكريم خلاص 3 أيام على انطلاق سباق رمضان 2023 اللي هنتابع فيه كتير من الأعمال الدرامية المتنوعة. والحقيقة أن يمكن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية السنة دي عاملة توليفة مميزة جدا من الأعمال، ما بين اجتماعي، شعبي، كوميدي، صعيدي، سسبنس، وزي ما كنا بنتكلم منذ قليل عن مسلسل كمان الإمام الشافعي، مسلسل الرسالة، فبالتالي محتوى أيضا تاريخي وديني. صحيح يا جمانة، يمكن التنوع ده في حد ذاته بيكون مفيد في شهر رمضان، لأن اللي عاوز يتفرج على حاجات دينية هيلاقي حاجة زي الإمام الشافعي لخالد النبوي، هنلاقي حاجات درامية خاصة بالاجتماع تحديدا، حاجات بتجسد سلسلة البطولات اللي بيقوم بيها يعني قواتنا، قوات الجيش المصري تحديدا، وحاجات من ملف المخابرات العامة المصرية. في نوع من أنواع التنوع الكتير الموجود علشان المشاهد يكون عنده اختيارات كتيرة، خاصة كمان إن السنة دي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هتقدم مجموعة كبيرة من مسلسلات ال 15 حلقة، ويمكن في ناس كتيرة بتكون عندها شغف بفكرة ال 15 حلقة دي اللي هو قصص أو مسلسل سريع بالظبط، مش هقعد لسه استنى 30 حلقة، 15 حلقة بقدر اللي أنا أشوف فيها قصة، وتحديدا قصص بتكون قصص واقعية كمان، فدي بتكون أقرب إلى المشاهد وناس كتيرة بتحبها علشان ما يكونش فيها نوع من أنواع التطويل أو نوع من أنواع الملل، كمان يكون في فرصة لتقديم موضوعات أكثر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن السباق الرمضاني، ويعني لما بنتكلم على فكرة نقد المسلسلات أو السباق الرمضاني في شكله الجديد، مفيش يعني لا يفتى، والأستاذ طارق الشناوي موجود الناقد الفني. صباح الخير يا أستاذ طارق، وكل سنة وحضرتك أهلاً طيب. أهلاً 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 أستاذ أحمد، جاك جمالة، كل سنة وأنت طيبين وكل المصريين العرب طيبين وحضرتك طيب. طب في البداية بقى، لو هنتكلم عن الموسم الرمضاني، شايفه حتى الآن الاستعداد ليه شكله عامل ازاي؟ توقعاتك ايه؟ شايف حتى الآن التريلرز او الاعلانات او حتى يمكن البوسترز للاعلانات شكلها عامل ازاي؟ لا، واضح ان الوجبة قوية جدا ومتعددة ومتنوعة يعني، وهو العدد كمان كعدد اكتر من السنة الفاتت يعني. احنا دايما عندنا احساس انه الاعداد كبيره جدا اكثر من طاقتنا على المشاهده يعني. صحيح، اي ما كنت متخصص برضو العدد يتجاوز قدرات اي انسان. العدد زاد، بس ده معناها ان الحريه في الاختيار على الجانب الاخر بتزيد اكبر. صحيح، ده يعني الوجه الايجابي، لما يزيد العدد فانت امامك اكثر من اختيار، اكثر من عمل تراثي او تاريخي.
اكتر من عمل اجتماعي كوميدي كمان، الكوميديا لها مساحه، وانا مبسوط قوي بان احنا بدانا نعيد للكوميديا اعتبارها. نعم. اعتبارها الحقيقي، لانه النظره ساعات الكوميديا كانت نظره فوقيه قوي، انه العمل بسيط كده. لا بالعكس، السنه اللي فاتت الكبير قوي حفر نجاح قوي، وان شاء الله يعني طبعا صعب نتكلم عن الاعمال اللي بنراها. ويمكن الكوميديا تحديدا يا استاذ طارق، الشركه المتحده كان ليها معايير في انتقاء الكوميديا، كوميديا لا تخدش حياء المواطن، لان كان البعض بيتجه الى الكوميديا اللي فيها نوع من انواع الاسفاف او الاسقاطات حتى التنمر كمان. بص، اي حاجه فيها تنمر زي ما قالت جمانة، او في غلظه، خلينا نقول كلمه غلظه، تمام، يعني الكوميديا، في ناس بتعمل كوميديا يعتقد ان الغلظه يعني السخريه الشديده من مثلا صاحب لون معين او صحيح. ملامح محدده، ده كله بيعتبر نوع غليظ من الكوميديا، والناس يعني لا تستطيع النفس البشريه السويه ان تتجاوب معه بالضحك. مظبوط. لا، الكوميديا طبعا فن عظيم جدا، فن عظيم طبعا. يعني وممكن من خلالها تطرح كل القضايا. وفي اتجاه فعلا لاحظته مثلا اللي فاتت زياده الجرعه، والسنه دي بتتاكد زياده الجرعه، وكل ده لصالح المشاهد. التنوع الجميل اللي هو في اجتماعي مثلا حتى لما الناس بتلاحظ ساعات حاجات انا بشوفها انها بتتم بدون قصد. مثلا كتير من الناس تقول لك هو ليه زادت المساحه الدراما الصعيديه؟ هي طبعا لم تختفي الدراما الصعيديه في اي سنه صحيح. بدايه، لكن بتزيد المساحه احيانا لبعض حاجات ما نقدرش نقول انها مقصوده، لكن في توافق كده لا شعوري فيه عند الكتاب اتجهوا لمرحله زمنيه. نعم. فجاه تكتشف طيب. ان الترابيش مثلا اللي هي دلاله على الاربعينيات في مصر زاد عددها في الاعمال الدراميه، ما تقدرش تقول السبب. ساعات الاعمال الصعيديه زادت فعلا السنه دي، هو السيناريست جت معاه كده في فترات من اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، لكن فكره اللي انت يبقى عندك توليفه لكل الحقب الزمنيه، توليفه لكل ما يحدث من يعني فترات مرت على مصر. تعالى نبتدي كده يا استاذ طارق بعمل درامي. تعالى نبتدي مثلا بمسلسل سر الباتع، مسلسل اللي من اخراج يعني الاستاذ خالد يوسف تحديدا. اول مره خالد يخرج دراما بالظبط. طبعا ما نقدرش نتكلم على عمل فني قبل ان نرى يعني فنيا وابداعيا، وبالذات ان ده التجربه الاولى لخالد بعد طبعا فتره صمت طويله، ودي اول تجربه له في الدراما. الدراما لها معايير، لا وقصه مختلفه، بتتكلم على التركيبه الخاصه بجينات المصريين ورفضهم لدخول يعني اي دخيل ما بينهم من ايام الانجليز والاسقاطات خلال الفترات الزمنيه. واسم الدكتور يوسف ادريس كمان يعني الكاتب مهم قوي يعني على غطائه او المظله صحيح، اللي هو حتى لو كان في تغييرات في السيناريو والحوار عن العمل، لكن يظل ان المظله اسمها الدكتور يوسف ادريس، دي برضه مهمه طبعا ده غير بقى الجامعه كمان بين فنان حسين فهمي ومحمود قبيل كمان في جامعه في حد في عمل يعني تفاصيل بالظبط طبعا يعني مش هنجيب سيره بس لا طبعا بالظبط. لا معناه كده ان قادرين يعني ان قدر المخرج يعني يوفق. لا معنى كده ان العمل يستاهل كمان يعني انه طبعا، وان هم كمان يعني الجزء الشخصي اكيد زاد المشاكل اللي كلنا تبعناها، والا ما كانوش وقفوا مع بعض تحت سقف واحد. كلها الحقيقه حاجات بتجعلنا ننتظر، وهم ممثلين ننتظرهم هل صدقي صحيح. واضح انها يعني عامله طبقا اللي هو معلن، مش دور مش طويل لكن مؤثر وهكذا. انا بنتظر اتفرج لانه بيظل في النهايه كيف قدم العمل صحيح، لانه نظريا صعب يعني كتير قوي يقول لك طب نرشح ايه. لا انا مش ارشح حاجه ولا راهن وانا مطمئن على حاجه طبعا، لكن لازم ابقى مع نفسي عادل واشوف كل الحاجات. واحيانا كتير يعني في فنانين بيفاجئونا الحقيقه، يعني ما بيبقاش متوقعين ولكن ما بنشوف العمل بنتفاجئ. طيب لو اتفضل. ما انا مره كتبت حاجه اسمها الفقر الذكي. صح. الفقر الذكي ده اللي هو بياخد قضمه من كل حاجه ويبتدي يحدد مواقفه بعد كده ويزيد عدد القدمات بناء على حد ايه وايه. فهو فعلا اغلبنا كمشاهدين بيحاول كده يتذوق من هنا حته ومن هنا حته، وبعدين نبتدي
في الآخر يلاقي مشاعره رايحة ناحية عمل فني محدد. صحيح. أو طبعاً أكثر من عمل، بس يعني بيستقر الأمر في الآخر على 4-5 أعمال تستحوذ على المشاهدين. بعدين مواقع التواصل الاجتماعي يعني على طول بتبقى موجودة الريفيوز والآراء والتحاليل بتبقى موجودة. وخلينا نقول المنصات كمان لعبت دور مهم. طبعاً أكيد. يعني دخلت مع الفضائيات إنها برضو بالنسبة لنا على الأقل زي حالتنا أنا وأنت بيعمل في الإعلام بيبقى يعني مش ملاحق، فبيضطر بين الحين والآخر يستعين بصديق. صحيح. يستعين بقى بمنصة مش بصديق يساعده في استيعاب العدد الضخم من الأعمال. جرعة كبيرة جدا فعلا السنة دي، وأتصور إنها ومتنوعة وأتصور إنها جيدة كمان. مش المنصات بس يا أستاذ طارق، يعني إحنا لنا اللي إحنا نفخر إن الشركة المتحدة عندها كمان أبلكيشن زي واتش اللي بنقدر من خلاله احنا نتفرج وقتما نشاء، وده برضو مواكبة التطورات. ده دي مساعدة اخرى دي يعني ايه، ما العلم هنا التقنيات العلمية لما تلعب دور ايجابي دايما الناس بتهاجم احيانا اي شيء جديد. صحيح. لكن اي حاجة فيها تقنية علمية لها وجه ايجابي، ده من ضمن الاوجه الايجابية انك فعلا اديك وفرت وقت. اكيد عرفت الساعة 10 هتتفرج هتتفرج يعني عايز اقول فيه طبعا في تفاصيل كتيرة العلم ساعدنا فيها، فإن إحنا قدرنا بقدر المستطاع نتابع أكتر مما مضى يعني. طبعاً. الفرصة أكتر. طبعاً أكيد. طيب لو اتكلمنا عن الكتيبة 101. يعني بنكمل البطولات اللي هي حفرت في وجدان المصريين، وعايز أقول لك ليس فقط المصريين، العرب كمان، لأنه الانتصارات المصرية لها وجه عربي، لأنه إحنا يعني إيه مصر الجزء العربي فيها قوي، فلما بتقدم كل اللي تقدم من أعمال وطنية الاختيار مثلا في الأجزاء الثلاثة، لو رجعت لكثافة المشاهدة هتكتشف أنه لم يكن مصريا فقط، كان عربيا أيضا. فدي مهمة. وطبعا تقديم البطولات للرجال البواسطة سواء القوات المسلحة أو الداخلية مهم قوي، أنه يذكر الأجيال دي بكل العظمة وكل الأعمال العظيمة التي كانت ولا تزال. يعني البطولات من ملامح مصر. يعني البطل من ملامح مصر انها تنجب ابطالا. صحيح. فعشان كده في دايما هناك بطولات متعدده. والدراما عندما تستند الى تاريخ موثق، وده اللي كان موجود في اعمال زي الاختيار، ان دايما هناك وثيقه. الوثيقه بتضرب بقوه طبعا اي محاوله يقول لك لا ده ما حصلش، لا دي الوثيقه هي واضحه قوي وقالت 1-2-3-4. فبالمفاجأة طبعا وجود الوثائق بالكثرة دي بيحمي الذاكرة، هو حماية. صحيح. جزء مهم جدا، حماية للذاكرة المصرية. ده اللي حصل في الاختيار. مظبوط، احنا حمينا الذاكرة وحطيت وثيقة تؤكد كل التفاصيل. صحيح. التسريبات اللي كانت موجودة في نهاية كل حلقة طبعا. نعم. طيب استاذ طارق، لو هنتكلم يعني دايما في نجوم في رمضان بيكون متراهن عليهم، يعني انا عارف اللي انا خلاص انا بدات اللي انا اشوف امير كراره في شكل جديد بقاله مثلا 3 مواسم، فانا خلاص انا عارف ان امير كراره مجرد ما هيكون موجود في عمل فهو عمل يعني هيحظى بكل يعني الاهتمام والمتابعه من المشاهدين. لو هنتكلم على استاذ طارق الشناوي بتراهن على مين في الموسم ده؟ ما انا لا صعب اقول لك. يعني في ناس كثيره طبعا، امير من الناس كمان على المستوى الشخصي بحب تفكيره وبحب طريقته حتى في الحوارات، ان هو عمره ما بيدخل في معارك خايبه من اللي انت بتشوفها احيانا يقع فيها النجوم، حاجات شخصيه وخناقه وبتاع، لا هو اذكى بكتير من انه يتورط. لكن كتير من النجوم، فاكيد مش عايز انسى حد، يعني لو بدات بالاسماء اكيد هنسى حد ويبقى ده ظلم له. لكن خليني اقول لك حتى مش بس النجوم اللي اكدوا جدارتهم، في نجوم واعدين انا بترقبهم وبرضه مش هقول اسماء، لكن فعلا في ناس عملت حاجات تخليك الله طب ما ده يستحق البطوله المطلقه، فتشوفه تتفرج عليه وتستناه. طبعا اسماء كثيره الحقيقه، وفي اسماء مخرجين كمان حفروا مع المتلقي درجه من الثقه، مش عايز يبقى كل الدنيا نجوم، لا في مخرجين الناس بتصدقهم. صحيح. وعلى مر الزمن اكدوا جدارتهم بالمصداقيه دي، ودي حاجة مهمة جدا ولا تقدر بثمن طبعا بكل الناس تأكيد. الناس تروح لك سواء كنت كاتب كبير أو مخرج كبير، مش بس نجم،
لا كمان عندنا كتاب ومخرجين لهم ثقل ولهم درجة ثقة. طيب. هاي أستاذ طارق، يعني أعذرني المقاطعة نظرا لضيق الوقت، لكن أخيرا خليني أعرف من حضرتك فكرة أنه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتجهت لمسلسلات 15 حلقة عشان أنها تقدر أنها تواجه الملل والإطالة، خاصة أن احنا دلوقتي خلاص عصر السرعة، كل حاجة سريعة جدا، ف دلوقتي بقت سمة ان احنا دايما مستعجلين وعايزين نشوف الحاجه بسرعه. لا بص، انا مش عايز احيلها للسرعه او للبطء، عايز احيلها للعمل الدرامي يتحمل كم صحيح. حلقه. بس ده مهم قوي، وانا رايي انه من ضمن الاشياء العظيمه ان احنا قفزنا من حاجز ال 30 لم يعد بالضروره. في اعمال 30 حلقه هيفضل دايما كده، في 15 وهيبقى في كمان، بس القصه تحتمل. المهم ان الدراما، ماذا تفرض الدراما؟ الوقت يعني الزمن الدرامي يجب احترامه. احنا مع الاسف في السنوات اللي فاتت كنا دايما نيجي في الحلقات مثلا اخر 10 حلقات وبقى في تعبير اسمه مط وتطويل، عايز تملى. لا صحيح، ده انتهى عصر انك تملى. انتهى عصر اطلق عليه وحيد حامد، يعني من الكتاب ربنا يرحمه، من الناس اللي هم لا ننساهم، قال لك ده فطاطري. قال لك في بعض الكتاب بيبقى فطاطري، الفطاطري بياخد قطعه عجينه ويزودها كل شويه اللي يمط فيها. برافو عليك، انتهى عصر الفطاطري. ودي كانت خلاص. مشكله، كان البعض بيعاني فعلا يا استاذ طارق في وقت من الاوقات. احنا بنعاني، انت متلقي بتعاني اكتر طبعا. شايف حد عمال يلت ويعجب؟ صحيح، يعني انا بتفرج على حلقه كامله عشان في الاخر الجديد اللي فيها هو مشهد او اتنين، ففكره ان يكون في مصارحه ووقفه مع النفس ايا ما كانت التكلفه الانتاجيه، لكن هذه القصه او هذا العمل جيد لكنه لا يحتمل سوى 15 حلقه، فلازم يتعمل في 15 حلقه. والايام القادمه او السنوات القادمه هتلاقي فيه كمان كسر ال 15، ممكن يبقى 20. احنا شفنا ده في بالطو، الناس أيوة. كلها لفت، يعني التفت حوالين هذا العمل، وهو عمل اكثر من رائع، بنتكلم في 8 او 9 حلقات. ومفهوش نجوم بالمعنى التقليدي لكلمه نجوم، لكن صحيح. في ممثلين، في مخرج، في كاتب، في عمل فرض نفسه، وهو ده اللي هنلاقيه في رمضان ان شاء الله. ان انت هتفاجأ ان في اعمال فعلا قوتها الحقيقيه في ابداعها مش في الاسماء. اسماء طبعا عيني وعلى راسي جاذبه يعني. استاذ طارق احنا اكيد هنتقابل تاني بعد اول 3 او 4 ايام من رمضان زي ما حضرتك قلت كده، بعد ما ناخد قدمه من كل عمل علشان نبتدي ان احنا نفند. نلحق ناخد القدمات اسبوع. خلاص يعني احنا بناخد ده وعد من حضرتك بعد اسبوع من انطلاق الدراما الرمضانيه علشان نعرف يعني كيف تابع الاستاذ طارق الشناوي الناقد الفني الاعمال الدراميه مع انطلاقها في شهر رمضان. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم، وبصحه وسلامه. شكرا لحضرتك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نستكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقرات صباح الخير يا مصر. استنونا. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، في فقرة خاصة، يمكن فقرة بتتكلم على خطر يعني يمكن بيستهدف تحديدا شبابنا. كلنا عارفين مخاطر وأضرار التدخين سواء على صحة المدخنين أو على صحة باقي أفراد الأسرة اللي بيعانوا من حتى ولو التدخين السلبي. علشان كده تم إطلاق مبادرة رئة وردية. المبادرة دي هدفها حماية الشباب من التدخين ومنتجات التبغ وخاصة التبغ المسخن أو السجائر الإلكترونية. صحيح يا أحمد، يمكن انتشرت في الفترة الأخيرة السجائر الإلكترونية، ويعني تعتبر حيان هذه السجائر أنها أزمة كبيرة لأنها بقت منتشرة زي ما قلت لحضراتكم بين عدد كبير من الشباب. مخاطرها كمان زي السجائر العادية يمكن أكتر، بعض الدراسات بتقول أنه أكتر، أو البعض يتوقع أن هي ممكن تكون أكتر لأن دراساتها لسه ما اكتملتش وهي طلعت من وقت قليل، ففي توقعات أن ممكن يكون أضرارها أو تكون أضرارها أكبر من السجائر العادية. طبعا التدخين بشكل عام بيتسبب في أمراض كتير جدا زي أمراض القلب، الأوعية الدموية، انسداد الرئة والجهاز التنفسي والعياذ بالله. يعني خلينا في تفاصيل أكتر على أي حال من ضيفنا دكتور وائل صفوت، رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والمشرف على عيادات الإقلاع عن التدخين بالمعهد القومي للأورام. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، نورنا في صباح الخير يا مصر، وكل سنة وحضرتك طيب، ومناسبة طبعا حلول شهر رمضان المعظم، وبما إن احنا داخلين على رمضان فأعتقد يعني إنها فرصة إنه الناس تحاول انها تقلع عن التدخين يا احمد. ده حقيقي يا جمانة، يمكن فرصه ذهبيه،
فرصة جايانا كده منحة من عند ربنا، صايمين ساعات كتيرة قوي، مفيش سجاير ومفيش تدخين سلبي حتى، فإزاي نقدر اللي احنا نستغل هذا الفرصة تحديدا مع وجود شهر رمضان الكريم ووجود مبادرة رئة وردية؟ صباح الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين، وطبعا مبسوط بالمقدمة الجميلة اللي أشرتوا ليها لموضوع الفيب والحاجات المتبغ المسخن والكلام ده بقى منتشر، وزي ما حضرتك كده بتقول احنا ايام وهيبقى رمضان، فاللي بيقرر النهارده ان هو ان شاء الله يبطل التدخين هيقلل لحد يوم واحد رمضان، وفرصه بقى ان 16 ساعه ولا 14 ساعه مفيش سموم داخله جسمه بالذات النيكوتين، فممكن يكمل الثمان ساعات التانيين بحاجات احنا بنوجه ليها كاطباء، ممكن ادويه، ممكن اغذيه معينه بتساعد على ما يبقاش في اعراض تعافي، انا بسميها تعافي مش انسحاب من النيكوتين. بالاضافه زي ما حضرتك بتقول كده، حتى اللي مش صايم ما بيدخنش قدام المدخن، ففرصه ان انا مش شايف وما عنديش الحافز ومش مشدود لان انا عايز اشرب سيجاره. صحيح. وبالتأكيد كمان الجزء الروحاني بقى اللي في رمضان مهم جدا. أنا زي ما كنا بنقول قبل ما يطلع هوا، أنا كنت مدخن وبطلت بقالي دلوقتي 23 سنة بشأل. كان المرة اللي أنا بطلت فيها اللي هي بقالها 23 سنة ده كان في رمضان، يعني رحت بداية رمضان أصلا بالضبط. قررت أن أنا أبطل، فالبداية كانت في رمضان وكملت الحمد لله، يعني رمضان ده يبقى العام الرابع والعشرين ليا كعام هجري يعني، ففرصة هائلة جدا. التراويح والسواك والارتباط بربنا بيساعد كثيرا جدا، وبنتكلم على التبغ بكل انواعه، سجاير، شيشه، فيب، تبغ مسخن مش عايز اقول اسمه طبعا عشان هو هي ماركه مش في اكثر من شركه، ولكن يعني بشكل عام مشهور قوي. فطبعا كل تعددت الاسماء والضرر واحد في النهايه بالظبط. وعلى فكره برضو دايما في كل لقاء تلفزيوني او في الندوات يقولوا لي طب ايه احسن من ايه، ما يعني لو قارنا بين الحاجات، فبقول لهم ما فيش حاجه اسمها مقارنه، ده في فحم على جليسرين على مواد مضافه. حضرتك السؤال اللي كنت اساله شفت انا خلاص انا هكمل انا بقى. التبغ المسخن في جهاز بيسخن التبغ نفسه، بروسيسد يعني معالج محطوط عليه، حتى من ايام كده جبنا النوعين السجائر العاديه والتبغ المسخن ده لونه بني ومعمول متقطع بروسيسد يعني. صحيح. وعليه المعدن ده اللي هو بيسخن الماده دي، وطبعا في جليسرين بس ده خطر اكبر بالظبط. يعني انا شايف من وجهه نظري ان هو اكثر ضررا من فكره السجاير العاديه بالظبط. يعني اعتقد طبعا. انا عارف حضرتك مش هترضى حتى تقول الفرق، بس انا شايف حتى السيجاره في شكلها التقليدي ممكن تكون اقل خطوره من فكره التكنولوجيا اللي انا باخد حاجه عليها جليسرين او حاجه مسخنه فيها معدن بيتسخن. طبعا بس انا زي ما بقول كده عشان اقارن حاجه بحاجه، ابل باورنج لازم حاجتين شبه بعض. صحيح. انما كل واحد فيهم فيه حاجات مختلفه. الفيب مشكلته الرهيبه طبعا ان هو عليه غير مقنن، يعني احنا بننادي بتقنينه، مش بنقول الناس ما نبيعوش وما ناخدوش، لازم يبقى مقنن معروف. لما احط الفراوله على التوباكو على كذا اللي هم الجوس اللي بيحطوه دوت يطلع ايه، او يعني كميه لازم تكون قد ايه، لان اللي بيعملوه في اماكن تحت السلم زي ما بنقول، بيبيعوه علنا بس ما انتش فاهم ده على ده يؤدي لايه. والمشكله بقى ان الشباب بيشتروه الشكل العلبه مع النكهات اللي موجوده مع كميه الدخان اللي طالعه بتخليهم مقبلين عليه، ما يعرفوش ان الجليسرين واللي هو بيقولوا عليه جليسرين نباتي، وطبعا لما بكلم الناس يقول لي بس ده نباتي يعني حاجه بقى يعني مغذيه يعني مثلا سوى زيت في الاخر وحاجه زي الزيت كده برضو في الاخر، يعني بتعمل حاجه اسمها رئه الفشار مش عند كل الناس. بيحصل الفتره الاولانيه الشخص بيحس ان هو احسن، وعلى فكره برضو ده نفس القصه في التبغ المسخن، بيحس الله انا نفسي بقى احسن والرئه بقت افضل، لان طبعا مفيش قطران بنفس الكميه ومفيش اول اكسيد الكربون اللي هي الماده اللي بتيجي نتيجه الحرق بتاع السجاير او الشيشه، فالشخص بيحس ان هو افضل. بس على اللونج ران في حاجات رهيبه بقينا بنشوفها، يعني امراض بجد ما كناش بنشوفها في السجاير وفي الشيشه. صحيح. يعني فعشان كده مفيش مقارنه ما بين التبغ المسخن، الفيب، الشيشه، كل واحده مختلفه واستجابة الجسم. يعني في واحد ممكن يعيش 60 سنة بيدخن وما يحصلوش حاجة. صحيح. بس في واحد تاني من أول نفسين من أول أسبوعين من أول شهر هتجيله جلطة في القلب، لأن أنا عندي استعداد، جسمي ضعيف، عندي رئتي فيها مشكلة، فكل واحد
ليه حالته الخاصه دكتور. فما حدش يقول اصل انا عمي اصل انا خالي. لو في ناس على فكره كانت مدخنه سجاير عاديه جدا جربت السجاير المسخنه او التبغ المسخن زي ما حضرتك قلت تعبت جدا, جداً ما قدرتش ان هي تتعامل معها بعد كده. وزي ما حضرتك بتتكلم ان هي بتختلف, بس هرجع لقرارك برضو. حضرتك قلت انا خدت قرار فجاه ان انا اوقف في اسطوره اخرى بتقول ايوه انه ما ينفعش تبطل مره واحده. لازم تبطل تدريجيا واحده واحده. يعني بتشرب مثلا علبه في اليوم, ده طبعا كبير جدا بس مثلا علبه, فتبقى نص علبه تدريجيا, واستغل بقى ان كان شهر رمضان او اي مكان فكره سحب السموم من الجسم. جميل. حضرتك طيب مع ايه؟ هو هي مش اسطوره الاول, لان يعني هي فعلا في طريقتين للتبطيل. الناس اللي بقالها فتره طويله بتدخن لما يجي يبطل هيبقى وبيدخن طبعا. انت بتقولي لي علبه, لا في ناس بتاخد 3 و4 علب يعني. صحيح. في مصايب يعني و10 تحجيره وحاجات كده يعني. فلما يجي يبطل هيحصل له اعراض انسحاب, انا بسميها اعراض تعافي. يعني الواحد اللي بيعمل عمليه الزايده بيفضل برضو عنده وجع بعد ما يعمل الزايده, وبيجي له اوجاع مختلفه ومش قادر يخش الحمام يعني في حاجات. فدي بتبقى مش عشان الزايده خلاص اتشالت. نفس القصه في القصه بتاعه التعافي. فلازم الواحد ساعتها الشخص اللي هو بقاله فتره طويله بيدخن كتير يبطل على مدار اسبوع اسبوعين, ما يبقاش مره واحده, لان لو مره واحده نفسيا حتى مش هيبقى مستوعب الموضوع, هيحس ان في حاجه ناقصه. انما الشخص اللي بقاله فتره قصيره اقل من 10 سنين, احنا يعني ده كده احصائيا يعني مش بقول رقم يعني, في ناس بقالها 20 سنة وممكن يبطل مرة واحدة يعني, وبيدخن كمية بسيطة أقل من 20 سيجارة, ده الأفضل إن هو يبطل مرة واحدة وياخد كده زي ما إحنا ننزل المية كده والدنيا برد. هي مرة واحدة أول غطس كده هيبقى صعب, مش مظبوط. وطبعا في أدوية دلوقتي وفي حاجات بتساعد وأجهزة. وجميل أول اللفظ اللي أنتوا قلتوه سحب السموم من الجسم, وده هيخليني ارجع لحاجه مهمه قوي وتحذير للناس اللي لم تاخد القرار بعد حلقه النهارده. النهارده كام؟ 20 مارس. ان هو اول سيجاره بعد الفطار دي, او اول بقى نفس فيب او اول نفس شيشه, مرعب الى اقصى درجه, لان بعد السموم ما انسحبت تماما الشخص بيروح ياخد له تمرايه, ياخد يشرب له شوربه, مش عارف, يروح يشرب سيجاره وجسمه لسه ناشف, ما لم يرتوي العروق. فالدوره الدمويه بتبقى مهيئه قوي ان تحصل جلطات. انا باخد حاجه فيها اول اكسيد كربون والقابض للاوعيه الدمويه للنيكوتين, وجسمي لسه ما ارتواش بالميه ومفيش الدوره الدمويه ما اتحسنتش. وعلى فكره كل المدخنين هيبقوا واخدين بالهم من القصه دي, ان هو اول سيجاره او اول نفس شيشه بعد 14 او 15 ساعه بتحصل له زي عدم دوخة. توازن ودوخه تخلي من جوه ده انا مبطل مش عارف ايه. بعد كده طبعا السم شغال بقى فخلاص بياخد على السم. حضرتك ذكرت حاجه انا شايفها من وجهه نظري هي الاكثر خطوره. في بعض يقول لك انا وقفت سجاير الحمد لله لكني بشيش. يعني انا اصل السيجاره في ايدي على طول فهخليني احرق منك, لكن الشيشه لما بقعد على قهوه ولا حاجه فبالنسبه لي مش في المتناول دايما. فانا كده بحمي نفسي, بدل ما كنت بشرب علبتين ثلاثه بقيت اخد حجرين ثلاثه. صح. هو طبعا كل مدخن عنده مبرراته الخاصه بيه, ان هو اني جت على السجاير ما في حاجات مش عارف ايه, وفي قريبي فلان عمره ما دخن ومات بكذا. طبعا جلسة شيشة احنا بنسميها كده, جلسة شيشة لمدة ساعة. حلو. طبعا جلسة بكل شيشة. انواعها بقى يعني انا قاعد بشرب شيشة 4 تحجيرة من اللي هو المعسل ايا كان اسمه, مش عايزين نعمل لهم اعلان يعني, او التفاحة والحاجات اللي هي بالفواكه, بتساوي من 40 ل 100 سيجارة في الدرج. ساعة الواحدة؟ يعني انا باخد ساعة واحدة. ايه ده الحجر الواحد من لا 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 الساعة. انا الساعة. قاعد بشيش لمدة ساعة, خدت عدد انفاس انواع مختلفه. طبعا في اختلاف في المحتوى بتاع المعسل ده, ملاس وحاجه زي العسل الاسود او منتجات العسل الاسود على تبغ, والحجر صغير شويه بس عشان كده بيخلص بسرعه. الثاني بيبقى يعني هو عليه بطل سجاير في حياه الامر لكنه راح للانتحار. بالظبط. ومره هاخدها في اليوم, بعد شويه هتبقى عاده وبقى عايز اخدها الصبح وبالليل. وفي المره دي هو خد
تقريبا من 40 ل 100 سيجاره، فكانه شرب علبتين في الجلسه دي، اللي هو بيقول لك انا ما باخدهاش معايا في كل وقت. لا في ناس بتبقى الاثنين عادي، تشرب سجاير بس لما تقعد في مكان تشرب شيشه. انا والله اعرف ثلاثه ولا اربعه يعني، في ناس اغلب. قالت مره لواحد صاحبي من قهوجي، فبيقول له طب يعني هو بيطلب الشيشه ومعايا سجاره، فبيقول له يا فندم هما الاثنين مع بعض ما بينفعوش يعني. ودي اخطر حاجه يعني، انا شفنا الناس اللي بتفيب، انا بقول بتعبيراتهم يعني، بتشرب فيب ومعاه سجاير. الفيب فيه جليسرين وفيه جلايكول، بيخلي اي حاجه داخله بتلزق اكتر او بتخش اكتر، بيساعد على ذوبان اي حاجه. فلما بنقيس ماده زي مثلا اول اكسيد الكربون اللي موجوده في السجاير، في عندي جهاز كده بيقيسها، بشوف ان المدخن بتبقى الرقم بتاعه طالع له 20، المفيب مع التدخين بتبقى 40، المفيب مع الشيشه بتبقى 60، لان في فحم، في فويل بتتلف فيه الحاجه وبتتحرق او بتتسخن. دلوقتي ده يعني طالعين بقى بذكاء ان هو بيخلي ايه الفحمايه فوق والفويل تحت، بيحطوا حاجه كده ما بينهم، اكيد احسن. بس ستيل انا بشرب خشب محروق يعني، بدخن خشب محروق، سواء بقى بطعم البينا كولادا ولا بطعم العالم كله. العالم كله بيبعد عن فكره الوقود اللي هو الخاص بالفحم تحديدا عشان اضراره على المناخ، ما بالك اضراره على صحتي. انا مش متخيلها. وطبعا في قرانا كمان عندهم الاوالح اللي هي الذره الناشفه، هي برضو فحم، هي خشب محروق، فبحرق ده وبدخله على صدري ومعاه شويه جليسرين على شويه حاجات بقى اضافات اللي هي النكهات المختلفه اللي احنا شايفينها كول ولذيذه وروشه، وقاعد اتفرج على ماتش محمد صلاح وباكل ساندويتش ما اعرفش ايه يعني. القعدات والحاجات ديت في الكافيهات او حتى في المقاهي، وبنلعب بقى مع بعض طاوله يعني، الموضوع سوشيال. والمشكله الرهيبه ان بقى عند ستات يعني، لينا احد الزميلات في احد الاماكن يعني بتقول ان انا بياخدوا مواعيد مع بعض، انت بتروحي تشيشي فين يعني؟ ده ايه الاساسي بتاعه الخروج. ولما تقول له ما بشيش، معقول ما بتشيشيش؟ طب ازاي؟ رجعيه. ده رجعيه بالظبط. بس اخيرا للاسف، لان احنا خلاص وقتنا خلص، مبادره رئه ورديه بتقدم ايه وايه الحلول للاقلاع عن التدخين؟ الف شكر. وطبعا الندوه امبارح كان فيها اكتر من حد، الاستاذ نور خطاب، ناس برلمانيين، طارق دسوقي، حياه بلا تدخين، جمعيات كتيره. غرضنا ان احنا نوعي من خلال السوشيال ميديا، وهتبقى في انشطه في اماكن محرومه، في بعض الاماكن زي عزبه خير الله والمرج، وهيبقى في اماكن كبيره ونوادي وجامعات، وامبارح كان كذا جامعه، استهداف الشباب. هنبقى بنختار كلمه رئه ورديه عشان احنا اكتشفنا ان احنا بقالنا سنين عمالين نحذر ونجيب، نحط الصرصار على العلبه ونحط الفار، مش جايبه نتيجه. احنا بنتكلم دلوقتي حياتك هتبقى احسن، وبنكلم الشاب بالتحديد لان دي المصيبه الكبيره اللي ما بينهم. هيبقى معانا علماء، هيبقى معانا دعاه بيتدربوا معانا، ناس من الكنيسه، هنصل لكل مكان ان شاء الله، مش هنسكت. انا كنت حتى يعني كاتب بوست كده، مش هنبطل مكافحه الا مع اخر نفس لينا احنا، علشان خاطر احنا بندعو الى الحياه وبندعو الى الخير. فنتمنى يا رب الشباب، ونتمنى حلقه بتاعت حضراتكم وكلامكم الجميل والحاسسه طالع من قلبكم كده يصل الى الجميع وكل شخص في مصر، ويا رب الرئيس يكون برضو يعني بيسمعنا ويتبنى. هو طبعا بيدعو، ده عمره ما بيروح مكان الا ما بينادي ان الشباب ما يدخنوش، والمتحده تبقى معانا يعني. عايزين شغل كتير، احنا البرلمان معانا، وزاره الشباب والرياضه هتعمل حاجه جميله قريبا، كلها في اتجاه الجمهورية الجديدة اللي مكتوبة فوق دلوقتي على في طبعًا. الشاشة دلوقتي احنا رايحين لجمهورية يعني جديدة. احنا كمان صحيح. مع حضرتك زي ما كنت تكلم، والحقيقة انه فعلا التدخين يعني آفة وعادة سلبية جدا جدا. مفيش حد مدخن مش عارف كويس قوي انه هو نفسه درر. بيتعب، عارف كويس قوي انه ما يقدرش يطلع السلم بشكل كويس، عارف كويس قوي انه مع اي مجهود بيتعب جدا. احنا عارفين الكلام ده كله كويس جدا، مش محتاجين ان احنا نتكلم عنه، ونبقى عارفين انه المدخن ده سببه التدخين. صحيح. فليه يعني؟ وهنساعد الناس احنا على فكره، من ضمن الحاجات هنساعد الناس انها تبطل نفسيا، لان القصه فيها حته نفسيه طبعا رهيبة. هي عاده. صحيح. كمان في حاجه هو الموضوع هو قرار، انت سيد قرارك، زي ما كنا بناخد زمان في المدرسه الدرس اللي كلنا اتربينا عليه، انت سيد قرارك، مش فكره تبطيل بشكل جزئي تبطيل بشكل تام. لكن انا شايف انت لو عاوز تبطل وعارف ان انت واقع تحت طائله سموم بتدمر جسمك دون ان تعلم او دون ان تدري او تحس بذلك، فانت سيد قرارك في الفعل اللي هتفعله.
احنا قدام مبادره رائعه، مبادره رئه ورديه، هي رئه بتدعو للحياه، بتدعو للخير، بتدعو للحياه اللي بيفتقدها الانسان بسبب انشغاله بقعده القهاوي اللي حضرتك بتقول. وانا عايز اقول بس ان فعلا ان الشخص لازم يبطل بارادته وبقراره زي ما حضرتك بتقول كده قبل ما يبطل غصب عنه طبعًا. في العنايه المركزه او بعد ما يحصل له ده خير ختام يعني. ما الكلام اللي حضرتك قلته ده هو خلاص ده اللي نبروزه في الفقره دي كلها، وفعلا القرار هو اللي بيكون يعني فيصل في هذه الامور. بنشكرك الدكتور وائل صفوت رئيس الاتحاد العربي لمكافحه التبغ والمشرف على عيادات الاقلاع عن التدخين بالمعهد القومي للاورام، وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. شكرا. نشكرك يا فندم. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة في صباح الخير يا مصر. كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات، أنا جمانة ماهر وأيضا زميلي العزيز أحمد عبد الصمد وزميلي العزيزة أيضا دينا شرف. لكن كمان صباح الخير يا مصر هيكون معاكم بكرة في نفس الميعاد. يعني بنشكرك طبعا، بشكرك يا جمانة، والشكر لكل يعني القائمين على الإعداد للبرنامج تحديدا. بنشكر حضراتكم وصباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر.